أصعب شعور في الدنيا هو كسرة النفس والزعل على نفسك، خصوصا لو جالك من حد بتحبه. وقتها الدنيا بتسود في عينيك قوي، وبتبقى مش طايق الناس كلها، وبتسأل نفسك أنا عملت إيه علشان كل ده. وقتها بس لازم تحترم قلبك ومشاعرك وتنسحب بمنتهى الهدوء. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من تفاصيل. النهارده في تفاصيل عندنا اكتر من فقره. فقرتنا الاولى هتكون مع شريهان. شريهان اللي طلعت على السوشيال ميديا وقالت انا عايزه اتجوز ونفسي في عريس ويكون كمان عنده من 40 ل 60 سنه. هنعرف منها ليه عملت كده. طيب واجهت الناس ازاي في الشارع بعد طلبها الغريب ده؟ فقرتنا التانية هيكون ضيفنا فيها فضيلة الشيخ أحمد وهدان، واحد من علماء الأزهر الشريف، واللي هيكلمنا عن الصدقة الجارية ودورها في فك الكروب، شفاء الأمراض وتيسير الأمور، ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الأبار وبناء المساجد وعمل محطات التحلية وتوصيل المياه لغير القدري. فكرتنا التالتة هيكون ضيفتنا فيها خبيرة التغذية سندس مصطفى، واللي هتكلمنا ازاي نقدر نحصل على جسم رشيق وحلو زي اللي بنشوفه في الصور على السوشيال ميديا. خلونا نطلع نشوف اول تقرير معانا النهاردة. نرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معانا. وانا بعامل الناس كلها طيب، انا عمري في حياتي ما خربت بيت حد. مش مشكلتي بقى ان انا قعدت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش. عايز يتجوز نور فيه ولا عايزنا نربي له عياله؟ انا ما طلبتش حاجه غلط، انا قلت انا عايزه اتجوز. عمري ما اخش بيت حد واخونه. بجد انا تعبت. اللي اصغر مني اتجوزوا ومعاهم عيال. ما انا كنت عايزه ارمي نفسي على عربيه عشان استريح بقى. وعندنا في البيت قالوا لي احنا مش هنديكي حاجه تاني عشان انتي فاشله. النهارده حلقه تفاصيل، يمكن ضيفتي مش اول مره تشوفه لان هي ظهرت في مواقع وعملت لايفات كتير. ناس كتير جدا اتفاعلوا معاها بالايجابي وناس كتير اتفاعلوا معاها بالسلبي. ببساطه كده شريهان عانت في حياتها الشخصيه من تجارب معينه، طلعت وقالت هو ايه اللي انا بغلط فيه علشان كل تجربة بدخلها بتبهدل فيها وارجع منها لا مكسور قلبي لا تعبانة لا خسرانة. أمر صعب. ما قالتش ده بقى في الصمت، طلعت وأعلنت ده. أنا عايزة حد أتجوزه ونعيش أنا وهو في سلام. حبوا معايا بشريهان. ازيك يا شريهان؟ الحمد لله. مش ده كان أساس الفيديوهات؟ أيوه. يعني انت من اول فيديو عملتيه مين يعني؟ قولي لي كده تجربتك. صحفي شافك؟ صحفي شافني في وسط البلد. أيوة. شافني كنت بعيط، كنت مع صاحبتي وجوزها، وبعدين عملتني وحش وقررت بقى ان انا اطلع واقول ان انا عملتك وحش ليه؟ بتغري على جوزها منك بس. خليك دي بقى لك معاها قد ايه؟ يعني 5 سنين. كتير. طب ليه؟ ليه 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 تشك فيكي كده؟ معرفش، بس هي دايما بتغير على جوزها مني ودايما تتخانق معاه علشاني. وانا بعامل الناس كلها طيب، انا عمري في حياتي ما خرب بيت حد. مش مشكلتي بقى ان انا قعدت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش. مش مشكلتي. طلعت لقيت الصحفي طلبت منه ان هو يطلعني ان انا اقول انا عايزه اتجوز عشان انا عانيت بجد. كل الناس بتقول عليا ان انا عانس. ازاي يعني؟ وما طلبتش كمان ان انا اتجوز يعني سن صغير، لا انا طلبت 40 50 60 سنه. ليه من 40 50 60 سنه؟ عشان السن ده؟ عشان يقدروا يفهموني. كبير قوي كده؟ لا انا مخي مش كبير قوي. لا انا عامله زي الطفله الصغيره. الكلمه الحلوه تفرحني. لكن الشباب بتوع اليومين دول ما بيحبوش كده. يعني ممكن اتجوز واتطلق. علشان هما بيحبوا يخرجوا مع بنات تانية، مش بيثبتوا على حاجة معينة. انتي عايزة تقولي
ان الجيل اللي عند الأربعين والخمسين ده لسه جيل عنده استقرار وعندهم فكرة اللي هم بيؤمنوا بالست في حاجة بتبقى واحدة، بيشوفوها ملكة حلوة. لكن الشباب دلوقتي ما نسبة البنات اصلا دلوقتي بيطلقوا ليه؟ قولي انت ليه؟ هقول لك ليه. عشان هم بيخرجوا، يعني كل واحد يتجوز واحدة بيسيبها في البيت، تمام؟ بيخرجوا بقى يشوفوا واحدة تانية تقول لهم كلمة بحبك، ما انت خلاص اتجوزتني وركنتني على الجنب، يدمر بقى البيت بالأسرة بكل حاجة عشان كلمة بحبك. وطبعا أنا مش هسمح بكده، هطلب الطلاق. صح؟ مش عايزة تتخيني. أيوه، خينة وحشة زي صاحبتي كده، لما شافت جوزها مثلا جاب لها عصير فبتقول انت بتعملها بالطريقه دي ليه؟ ليه؟ وانا ما كانش قصدي حاجه، لو هو انسان محترم وطيب ما كنتش متوقعه ان يطلع منها كل ده، لاني كنت بحبها جدا لاني ماليش صاحبه غيرها. بس طيب قعدتي تعيطي؟ الصحفي جه يكلمك؟ ايوه كلمني وعمل معايا الحوار دوت وطلعه للدنيا كلها، جالي ارسال برضو. بس الحمد لله انت عامله اصلا بورشيب بالملايين، الحمد لله. بس الارسال اللي جولي برضو، يعني الحاجه اللي انا عانيت منها في حاجه اكبر منها، اللي عايز يتجوز نور فيه ولا عايز نربي له عياله كده، وانت فاهمه بقى. وانت زعلانه النهارده ليه وعينيكي مدمعه كده؟ انا زعلانه عشان مش هو ما كنتش اعرف ان هيطلع كل ده مني، يعني الناس فكرتهم وحشه عني. انا ما طلبتش حاجه غلط، انا قلت انا عايزه اتجوز زي اي واحده. في بنات كتير لسه ما اتجوزوش، لكن انا مشكلتي كبيره، كل اصحابي اتجوزوا وعندهم اطفال وانا اللي ما عنديش. صدقيني انا تعبت كتير في حياتي، صدقيني انا لما بشوف صحابي عندهم اطفال وانا ما عنديش انا ببقى تعبانه نفسيا. بس يفضل يقول لماما ده انت بنتك حينس، كنت عايزه اموت نفسي اصلا. بس انا تعبت اصلا، انت عارفه يعني ايه تحطي نفسك مكاني؟ يعني انت زعلتي من رد الفعل؟ وانا يتجوزوني عارفه ليه؟ وانا وحشه؟ انا في حاجه وحشه؟ طلعي تعرضي نفسك، ده مش حلو. لا ما انا ما بخرجش، مين هيشوفني؟ مين هيشوفني عشان يجي يتقدم لي؟ مين؟ مش بتشتغلي؟ لا انا كنت مخطوبه قبل كده من سنتين. مخطوبه ولا متجوزه؟ لا كنت مخطوبه. انت مش من الشرقيه ومتجوزه وعندك ولاد وكده؟ لا انا مش من الشرقيه، من مقطم. مش منفصله؟ لا. ولا عندك ولد وبنت او ولدين او بنتين؟ لا. يعني ده كله كلام؟ ايوه. لا مش حقيقة. عادي انت ممكن اجيب لك البطاقة وتشوفي. يا حبيبتي صدقي انت معايا، يعني اكيد البطاقة بيبقى مكتوب فيها. انت معايا اهو. طيب انهي كومنت زعلك قوي يا شيرين؟ الجواز العرفي. بيقولوا لك ايه بقى؟ يعني هو جالي حد عايزين يتجوزوني عرفي، ليه انا هحط نفسي في المكانة دي؟ ليه؟ هو انا مش انا من الشارع؟ انا بنتي ناس على فكرة. بابا وماما شافوا الفيديو ده؟ ايوه انا قاعده عند بنت خالتي دلوقتي بسبب الموضوع ده. بس هو انا ما طورتش، بس انا تعبت من الناس. وما زالت؟ اه. اوكي. مش عايزين يكلموني، زعلانين مني. حاولتي؟ اه. حاولتي فعلا؟ انا ما غلطتش، بس انا صحابي كلهم بعدوا عني، وانا المفروض انا ما بقاش عينس، يعني كنت زماني دلوقتي متجوزه زي اي حد. بس هي دي مشكلتي، يعني الناس بتحكم عليا ليه كده؟ يعني انا كنت مستنيه لما ربنا زي ما ماما قالت لي لسه ما جاش عدلك، لسه بدري، لسه المشوار طويل. بس هي الناس بتعاملني بطريقه وحشه. مش ذنبي ان انا مثلا جوزك جه يكلمني مثلا، مش ذنبي، يعني انا عمري ما اخرب بيت حد، عمري.
عمري ما اخش بيت حد واخونه. بجد انا تعبت. بعد الفيديوهات لقيتي قرايبك وناسك بيتعاملوا معاكي ازاي؟ بيعملوا في بيعاملوني حلو وفي بيعاملوني وحش. بتغيروا؟ ايوه. جيران؟ عادي، جيران هي برضه بيتكلموا. يعني ايه بيتكلموا شيرين؟ انت 27 سنة. ايوه يعني احنا جيراننا عادي جدا ممكن تتأخري شوية، يعني 27 سنة انت مش كبيرة. اللي أصغر مني اتجوزوا ومعاهم عيال. فيها ناس متجوزة عندها 31 و33 وشباب بتتجوز 41 و42. بصي أقول لحضرتك حاجة، احنا السكان اللي جنبنا هم تقاليدهم قديمة شوية. مش كلهم قاعدين من المقطم وساكنين في المقطم وشارع 9 وكده، لا كل واحد وليه تقاليد قديمة. التقاليد القديمة دي لما انت بالفعل عايشة وسطيهم ما عملت لهاش حساب وانت طالعة تقولي للناس كلهم؟ ما عملتش حساب. وتقولي لحد. انا بقدم نفسي ان انا عايزة عريس، انا عايزة اتجوز. مش عيب ان انا اطلع واقول انا عايزة اتجوز عشان انا ما لقيتش الشخص المناسب ان انا اتجوزه. انت بتعيطي ليه؟ ما انا لسه ما لقيتهوش، بعيط عشان الناس تعبتني. عارفه لما تمشي في الشارع مثلا ماما تيجي تقول لي ده كذا بتقول عليك يا عنستي، مش ذنبي. انا مخنوقه على فكره، انا كنت مخطوبه واتخطبت وهو كان مستهتر، كان عايش على بابي ومامي. ازاي انا هبدا حياتي معاه؟ عارفه لو مش عايش على بابي ومامي يعني مامته وبابا اللي بيصرفوا عليه. مش انت عايزه تتجوزي جوزه حلوه ومرتاحه؟ ما هو غني وما وفقتيش ليه؟ لا انا عايزاه يشتغل ويعتمد على نفسه، عايزه اكون راجل. هو انت صعبه؟ شخصيه صعبه؟ لا مش صعبه، لا هما اللي صعبين مش احنا. انت عملتي اللي انت عايزاه وطلعتي واتكلمتي مع الناس بالطريقه اللي ريحتك. ايوه. ارتحتي؟ لا ما ارتحتش لسه، لسه الناس بيهاجموني، لسه بسمع كلام كتير قوي. بجد انا تعبت من كل حاجه، انا نفسي الاقي انسان اللي يحتويني تاني. انت لسه مصممه؟ ايوه. ازاي بس؟ يعني انت يا شريهان، يا شريهان. ايوه. يعني انت لسه بتقولي لي انا زعلت راح تحديها تاني؟ ايوه عايزه اتجوز برضه. هلاقيه والله هلاقيه. ممكن تكون طريقتك غلط. لا والله طريقتي صح وفي كتير، بس اهم حاجه يكون عنده شنب، شعر ابيض واسود وطويل. ايه؟ شنب. شنب وشعره ابيض في اسود ويكون طويل وعريض. التجربه اللي مريتي بيها خلتك كده؟ انا كنت مخطوبه وخطيبي ده دايما يطلعني ان انا يعني كل ما اجي اعمل حاجه في حياتي يخليني افقد الثقه في نفسي. ازاي بقى؟ يعني كل ما اجي البس حاجه يقول لي لا كده غلط، لا ما تلبسيش كده، اقول له اخرج مع اصحابي يقول لي لا ما تخرجيش. انت في كل الفيديوهات بتاعتك لبسك شيك جدا ومفيكيش حاجه، يعني لبستك هي مقفوله تلتين. ايوه. طيب ايه بقى؟ هو بقى يقول لي وانت فاكره نفسك انت حلوه؟ انت مش حلوه. وانا عمري في حياتي ما قلت له انت وحش، انا اهم حاجه الشخصيه نفسها. حسيتي ان انت ما تسرعتيش في اللي انت عملتيه ده؟ بص عامه انا ما تسرعتش، وبعدين انا هي بس اللي ضايقني كله رد فعل الناس. مع الناس دول انت هتختاري منهم ابو شنب وطويل وعريض؟ ايوه. لما رد فعل الناس كده طبيعي، يعني انت ما اتغيرتيش ليه بقى؟ يعني انا كنت فاكره شريهين ان انت النهارده تيجي تقولي لي تقولي لكل البنات لا ما حدش يطلع يطلب الجواز كده، مفيش واحدة تضايق نفسها كده، مفيش واحدة تقل من نفسها كده. أنا ما قلتش من نفسي على فكرة. الرد اللي جاتلك مش عاجباكي؟ أيوه هي مش عاجباني فعلا، أعمل إيه يعني؟ بس يعني أقعد أعنس يعني في البيت ومحدش يشوفني؟ أنا ما بقولش حد يطلع زيي. أنت جبت كلمة عنس منين يا شيرين؟ الناس، جيراني يفضلوا يقولوا لماما ده أنت بنتك عنس لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. طبعا كل حد ليه صحابه اكيد، يعني انا اللي ماليش صحاب الا واحده بس، فتعبت بقى عشان انا خلاص ما بقاش ليا حد. واحده اللي انت خسرتيها في وسط البلد وجوزها وقالت له انت جايب سبتهم ومشيت وكنت بعيط. كان ده الموقف اللي انت اتحولتي فيه؟ اه
طب اعيط؟ الناس كانت عماله تبص عليا، كنت عايزه اموت نفسي اصلا بسبب الموقف ده. اي ما انا كنت عايزه ارمي نفسي على العربيه عشان استريح بقى، بس انا تعبت اصلا. انت عارفه يعني ايه حطي نفسك مكاني؟ حطي نفسك مكاني وتعرفي ان انا عملته ده مش بايدي. هما الناس اللي وصلوني لكده، كانوا كل الناس يسيبوا كل واحد في حاله، مالهمش دعوه اتجوزنا ما اتجوزناش، كل واحد حر في حياته. ليه انت طلعتي اتكلمتي بطريقه غريبه؟ انت مسكت صوره احمد ابو هشيم وقعدت تقولي انا عايز واحد شبه ده. ايوه انا كنت بحبه، اه، وعملت له اغنيه. عملت له اغنيه لاحمد ابو هشيم؟ اه والله. انا اللي كان عاجبني فيه ان هو رجل بادئ من الصفر بيعتمد على نفسه، مش عشان فلوس بقى ولا حاجه، بس ادي كل الموضوع بيعمل للشباب حاجات كتير قوي، الشباب بتحبه. انا مش كان ممكن، يعني مش كان لازم ان انا اتجوزه، كان لازم ان انا اشوفه واسلم عليه بس. فشلت الصور ورميت التيشيرت. ايوه علشان انا ما احطش نفسي في حاجه زي كده، يعني احبس نفسي عشان الحب؟ لا طبعا. مفهومي كان الحب، الحب أسرة وبيت واستقرار. أنت جاهزة لهم؟ أه جاهزة، بس فين العريس؟ أنت جاهزة لهم؟ أه جاهزة لهم. من ناحية إيه؟ من ناحية ال مشروع الجواز. أيوة. أنت جاهزة له؟ يعني الحاجة اللي ماما بتجيبها؟ أنت قصدك الجهاز؟ البوتاجاز والتلاجة وكده؟ لا هو مش ده اللي أقصده، بس أنت جهزتي نفسك أكيد؟ جهز نفسي ازاي؟ انا مش فاهمه، توضحي لي حضرتك، انا مش فاهمه. طب بصي، نسيب التلاجة والبوتاجاز على جنب، السؤال ما يخصش التلاجة والبوتاجاز. انا بحسب التلاجة والبوتاجاز. يقصد انت من جواكي قادره تتحملي مسؤوليه بيت وزوج واستقرار؟ أيوة. تصنعيه بايدك. اه اقدر. ما انا بقول لحضرتك احنا ايدينا هتبقى ايد واحده، مش شرط يكون غني، ان شاء الله ناكل لقمه وملح عادي معايا، فاهمه؟ بس ده مبدا الحياه معايا، مش مهم فلوس. على فكره الفلوس مش كل حاجه، الفلوس اصلا مش سعاده، عشان تكوني عارفه. السعاده تكون اتنين بيحبوا بعض. انت بتدوري على حب بس كتير موجود، مش صادقين على فكره خالص، كلهم كدابين، مفيش حد بيصدق حد. على فكره اللي يقول لحد مثلا، الواحد بيمشي مع واحده مره واتنين وتلاته ويقول لها بحبك، هو اصلا ما بيحبهاش، يمشي معاها بس عشان يقول لصاحبه أنا مشيت معاها. اللي بيحب حد بجد يروح يخبط على بابه ويخطبه. مش حد يخبط على بابك من حد أنت حبيتيه؟ محدش بيشوفني أصلا، أنا ما بخرجش. أنت بقيتي مشهورة جدا. أنا ما بخرجش برضه. مش أنت عندك فيديوهات بملايين دلوقتي. أنا عارفة بس والله ما أنا على الموقف ده 3 4 أيام، ده أنا قلت هتيجي بدبلة. لا مفيش دبل، كله عايز يتجوز عرفي وعايزنا نربي له عياله. انا عايزه راجل يكون خالي بطوله، ومش عايزاه برضو جالي حد يقول لي انا هطلق مراتي وهتجوزك. انا ما بقولش اخرب بيت حد عشان اتجوزه. انا هو انت قبل ما تبقي يعني تعملي الفيديوهات دي، انت كنت بتعملي ايه في حياتك؟ انا لما تصحي من النوم تعملي ايه؟ انا بعد ما سبت خطيبي كان نفسيتي تعبانه جدا، دخلت بقى ايه موضوع الغنى، ماشي، دخلت في موضوع الغنى، غنيت عملت اغاني من معايا، رحت شركه في الدقي كده نصبوا عليا وعملت اغنيه. دي اول تجربه، ما انت داخله كنت في تجربه حب وعايزه تطلعي منها مش عارفه، فرحت غنيت نصب عليا. صرفتي كام على الاغنيه دي؟ 50. راح عليك ال 50. قعدت شهر بقى كنت بموت، وكنت نفسيتي. 50 دول بقى انت جبتيهم منين وانت مش بتشتغلي؟ من البيت عندنا. احنا على فكره ناس مبسوطه على فكره، يعني الحمد لله. بس وبعد كده رحت عامله ايه دولك في البيت عندك؟ ماما. 50 عشان تعملي الاغنيه، 50,000 جنيه. بعد كده جه بقى الراجل قال لي بيع العربيه بتاعتك. ما انا طبعا ماما قالت لي انت كده فشلتي خلاص ما تعمليش حاجه تاني. فراح هو صاحب الاستوديو، راح ايه بقى؟ اه صاحب الاستوديو راح قال لي طيب ممكن تبيع الموبايل بتاعك ونعمل اغنيه كمان.
قلت له لا انا مش هبيع الموبايل، ممكن نبيع العربيه هنعمل بقى حاجه بقى هتكسب. قلت له لا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. فضلت شويه لحد ما رحت عملت مع حد، عملت مع خميس شعبان اغنيه برضو انا صرفت عليها من جيبي، وعملت مع عصام برضو صرفت، وبرضو ما فيش نجاح ولا في حاجه. يعني كل اللي انا عملته كده وفشلت، وقعدت في البيت وكنت تعبانه نفسيا، وكنت بحسب هما يقفوا جنب، مفيش جنب حد، سبتهم. وبعد كده قلت ايه خلاص انا مش هغني تاني، لحد ما بقيت قعدت شهر برضه مكتئبه مش عايزه انزل من البيت. فنزلت تاني حسيت ان في حاجه ناقصاني، نفسي افرح زي ما اي حد بيفرح، وبرضه تعبت. حاولت اعمل اي حاجه حلوه ما عرفتش. خلصت الفلوس اللي كانت معايا وعندنا في البيت، قالوا لي احنا مش هنديكي حاجه تاني عشان انتي فاشله، انتي الناس بتضحك عليكي. بتفكري في اللي جاي ازاي؟ ما بقتش افكر في حاجه. يا انا بنت خالتك؟ اه. طب ما تيجي نبتدي من الاول. ابتدي ازاي؟ مش انتي قلتي انا صوتي حلو؟ اه. واتشهرتي اصلا انتي جدا يا شريان، واسمك حلو، بتغني، يمكن الناس اي حد يشوفنا يقولك لا البنت دي ظلمت نفسها بالعرض اللي هي طلعت وقالت يا جماعه انا عايزه اتجوز ونفسي ارتبط، وان هي صوتها حلو ممكن تكملي مشوارك في الفن. محدش وقف جنبي في الغنى. جربي تغني. ما انا صوتي وجعني، بس ممكن اسمعك حاجه عايزه. خدي معاكي المايك. بس مستحيل، ده مستحيل، لو عملت المستحيل هو جرحك كان شويه ولا دمعي ودمي يبقى ميه، ولا انا حسيت قليل بعد مايلك، انا اشتاق لك متهيأ لك مستحيل. صوتي انت بقى هتقفي عند موقفك؟ لسه مش عارفة هيحصل ايه، يمكن يجي لي العريس اللي انا بحلم بيه. انا عارفة ان انتوا ممكن تستغربوا شوية، بس هو انا لازم الاقي الشخص اللي نفسي فيه عادي، وبعدين اموت عادي. طريقتك مش حلوة يا شريان في حق نفسك. والله انا عارفة، بس ردود الناس هم اللي وصلوني لكده. حقكم عليا وكل الناس كلهم حقكم عليا، لكن صدقوني انتوا اللي وصلتوني لكده. وصلوك ازاي؟ من رد فعلهم. كلمة عانس دي كبيرة، كبيرة قوي. بس مش عانس. والله هم كلهم بيقولوا عليا كده. يقولوا ايه؟ ان انا عانس. 27 وعانس؟ اه. انت في وجهة نظرك المفروض تتجوزي وانت كام سنة؟ 20. ما انا اصحابي متجوزين 20 على فكرة. ايوه فرق بسيط، 7 سنين. ليه كلمة بتقوليها على نفسك كده؟ مش أنا اللي بقول، الناس اللي بتقول. أنت بتقوليها أهو. ما أنا لازم أقولها عشان الناس يعرفوا أنا قلتها ليه. ما هم اللي وصلوني لكده. يعني عانس وست عايشة بكرامتك ومحترمة نفسك وصينة نفسك وعارفة قيمتها، مش أحسن من اللي أنت بتعمليه؟ ما أنا لازم حد يشوفني، يشوفوني، لازم حد يتكلم معايا. فشلت في كل حاجة، حتى الجواز ماليش نصيب فيه، حتى انتوا دلوقتي واقفين ضدي عشان طلعت قلت انا عايزه اتجوز. ما انا ما بشوفش حد ولا حد يشوفني. ممكن يجي لي العريس المناسب على فكره. اهو هيجي، ما هو جه. وكل اللي يقول لي اتجوزك عرفي، اللي يقول لي تربي لي عيالي، اللي يقول لي، بحس ان هما بيتريقوا. اللي يقول لي هطلق مراتي عشان اتجوزك، وانا مش طالعه عشان اخرب بيوت ناس. انا عايزه شخص واحد بس يكون راجل بجد يحتويني، ما اكونش خايفه من اي حاجه حواليا. صدقيني انا ان شاء الله ممكن اجيلك في البرنامج هنا وهكون اتجوزت فعلا، والله العظيم. يا رب. والله 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 يا رب. واعمل فرح هنا كمان. موفق.
فين يا ستي؟ ده انت تنورينا. ربنا يخليك بامانه تنورينا وصدى البلد معانا وهنحضر كلنا. بس دوري بس انه يجي العريس بجد اللي هو الصادق، مش كله كلام في كلام. لا تزهقي انت ان انت ما تعمليش ده تاني، يعني تقولي لي توعديني انت انك ما تعمليش ده تاني. طب وانا شايفاكي ارد على الناس ازاي؟ انا قولي لي انا ارد عليهم ازاي؟ ما ترديش، مش حقيقي. وهتجوز ازاي؟ حتى عندك معززة مكرمة وانا ما بخرجش؟ ما بتتحركيش من باب البيت ان شاء الله. حاسة انك مش مقتنعة بكلامي. لا بس مقتنعة، بس انا ان شاء الله هيجيلي العريس، انا حاسة في كده. اليومين دول هتجوز وافرح وعمل بس فستان ابيض وطرحة، ويبقى عندي اطفال برضو يعني زي اي حد يعني. وصاحبتي اللي هي خايفة على جوزها مني، عايزة اقول لها بصي مش اسمها غيرة، لا لازم تكوني واثقة من نفسك، وكوني واثقة في جوزك، وكوني واثقة في صاحبتك، عشان ما توصليش صاحبتك ان هي تعمل اكتر من كده. تغير على جوزها ده حقها لها، هي ده جوزها، هي تغير عليه ده حقها. هي حقها، انت ما تتجوزي تغيري على جوزك. بس مش للدرجة دي يعني، اخرب بيتي هو اعمل معاه مشكلة بسبب صاحبتي. انت عايزة من الطريق ده ايه يا شريان؟ انت عايزة حاجة؟ عايزة اتجوز زي اي حد، عايزة اكمل حياتي زي اي حد، عايزة محدش يقول لي يا عينس، مش عايزة حد يقول لي مثلا انت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي على فكرة. بس احنا ما عندناش بنات لما بتعوز تتجوز بتعمل كده. انا بقى عملت كده عشان انا معرفش حد. انت باباك ومامتك منفصلين ولا متجوزين؟ لا موجودين مع بعض. بابا كمان واخد زعلان منك، واخد موقف؟ الاتنين. انت ما فكرتيش تصالحيهم؟ هيصالحوا بس شويه عشان الناس بس بيهاجموني شويه، عشان هم اتفاجئوا بالموضوع. ماما اول مكالمه قالتها لك ايه؟ مش عايزه اتكلم خالص. وبابا؟ بابا نفس الطريقه، مش عايزين يكلموني، عشان كده رحت قعدت مع بنت خالتي. بابا قال لك ايه؟ قال لك ايه الكلمه اللي قالها لك؟ يعني بعت لك قال لك ايه؟ بيقول لي فضحتينا وخليت الناس تتكلم علينا. طب ما انتوا كنتوا برضو بتسمعوا كلام بيوجعكم، كنتوا عايزين تفرحوا بيا زي اي حد. والله ما عملت حاجه غلط، هما اللي وصلوني كده. وعلى العموم هما ما يزعلوش مني، مش عايزاهم يزعلوا مني، ومش عايزه حد يزعل مني، عشان انا بجد تعبت. يمكن كنت بقعد في الاوضه مع نفسي بقعد ابكي، بس عمري ما اشتكيت وعمري ما حكيت لحد حاجه، لان ما ماليش حد. كل اللي بعمله بتوضى واصلي وبدعي ان ربنا يفك عني كل الناس اللي بتاذيني، لان انا الخطوبه بتاعتي لما سابني حسيت ان انا تايهه، مش عارفه اعمل حاجه في حياتي اتدبرت بجد. في الكومنتات بيكتبوا ان انت متجوزه ومش شرقيه وعندك ولدين، او ولد وبنت، طفلين يعني. مفيش الكلام ده، كلام النت كتير قوي. وبعدين انت لو جيت سالت عليا هتعرفي. انت بتحطي نفسك في حته مش حلوه. انا عارفه ان انا مش، على فكره انا عارفه ان الناس مفكراني ان انا بقل من نفسي. انا عندي كرامه على فكره وعندي عزه نفس، بس هما اللي وصلوني لكده. في ناس كتير ممكن يفكروا ان هما يطلعوا يعملوا كده، بس ما عندهمش الاراده ان هما يعملوا كده. على فكره في ناس كتير قوي 35 سنه و 37 سنه بيعانوا فعلا برضه. مفيش محترمين مؤدبين وعادي في بيوتهم بكرامتهم، بس بيصعب عليهم نفسهم برضه. يعني دي ماشي، كل واحد فينا عنده اللي مكفيه. مين قال لك اللي انا متجوزه؟ مين قال لك اللي مش في حاجات تانية تخليني اتصاب عليا نفسي؟ بس همشي هقعد اتكلم في الشارع وعلى الملأ واقول حاجه زي دي؟ انا تعبت، بحس بيا بجد انا تعبت. في الحقيقه يمكن اما تدور على حياه شريهان تلاقي في ناس قريبين منها برضو. يعني هي بتقول لما اهلي اختلفوا معايا وكده انا رحت عند بنت خالتي عشت معي، نوروني وشرفوني. نور بحضرتك. قلت لها ايه بقى لما لقيتيها داخله عليكي كده؟ لا طبعا سالتها. انا هو اصلا انا اللي عارف الموضوع، انا هي عمته اصلا كان بابا ومامتها ما حدش عارف ان هي هتعمل كده، مفيش حد منهم يعني، الموضوع جاي فجاه ليهم. تمام. انا عارفه ان هي هتعمل كده لان هي قريبه مني قوي يعني، هي قريبه بتحكي معايا وعلى طول قريبه مني، وانا قريبه منها لان انا عارفه شريهان حالتها وقريبه منها. شفتي الفيديو بقى؟ لا انا تقريبا انا اتفاجئت
وطلعت معاه من فيديوهات تانية عشان برضو ما تتفاجئوش ان انا خارجه معاه في فيديوهات تانية. بس انا اتفاجئت في الاولين لما هي عملته. انا ما زلتش منها، بس انا اتكلمت معاها، انا اتكلمت معاها وخط يعني ليه اتناقشت معاها ليه في ليه عملتي كده وتمام. شايفه ليه عملته صح ولا غلط؟ الموضوع ده كبير بالنسبه لهم، لان هو عامل فيها، انا شفت ان هو كبير مكبرينه جدا. كبير ازاي؟ ان هي تطلب عريس على هوا كده قدام الناس يعني. شفتي كبير بس ما شفتهاش ان هي ما تستحقش ان هي تتفهم كده؟ تتفهمش ان هي مثلا هي اطيب من كده، هي اجدع من كده، هي تستحق حياه افضل من اللي هي قالته ده. هو فعلا كده، ان هي طيبه جدا وهي على سيجتها على فطرتها كمان، وهي صريحه يعني، هي من نوع وجميله وصغيره، هي سنها مش كبير يعني 27 مش كبير. ليه ما قلتلهاش لا ما يصحش انت انت اكبر من كده؟ انا اتفاجئت. هي لو حضرتك على السوشيال ميديا هتشوف ان هي اول حاجه لوحدها شيرين. كلنا اتفاجئنا على فكره. كلنا صحينا لقينا شيرين على الموضوع. فانا هعمل ايه طيب؟ يعني انا هقعد معاه وهتكلم معاه واشوف هي عملت كده ليه؟ باباها ومامتها كان رد فعلهم كان غير كده خالص يعني، وكان حقهم. هو الاول هم باباها ومامتها لما اتفاجئوا، كلنا اتفاجئنا بالموضوع، فكانش عاجبهم وما عجبهمش، فكان رد فعلهم يعني كان شديد جدا. حالتها النفسيه على فكره، انا شايف ان شيرين حالتها النفسيه معناها صغيره، معرفش ليه حست نفسها كبرت كده فجأة وعايزة تطلب عريس، بس لها مواصفات معينة يعني. فاهماني؟ مواصفات اللي هي طلبتها، عايزة بقى شاب وطويل وعريض من 40 ل 60. الناس ما لمتكيش انت معاها في الفيديوهات وبتتكلموا في الكلام؟ لموني صراحة، بس انا كان ممكن لازم اقف جنبها خلاص، هي كده عملت يعني عملتها واتفاجئنا وتمام، فلازم ابقى معاها. باباها ومامتها بقى انت قلت لهم ايه؟ والله انا بحاول اصلح الموضوع يعني، هي دلوقتي عندي، انا بحاول بقى اصلح معاهم، وانا شايفه شيرين ربنا يهديها وتغير رايها عشان لا انا حاسه كل حاجه ضدي، كل حاجه ضدي في كل حاجه. بابا وماما ايه؟ اقول لهم انا اسفه بس مش بايدي اللي انا عملته، مش بايدي، هم الناس اللي وصلوا اللي انا فيه دلوقتي. مرتين يا شيرين منهم، وانا بعامل الناس كلها طيب، انا عمري في حياتي ما خربت بيت حد. مش مشكلتي بقى ان انا قعدت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش. اللي عايز يتجوز نور فيه، واللي عايزنا ربي لعياله. انا ما طلبتش حاجه غلط، انا قلت انا عايزه اتجوز. عمري ما اخش بيت حد واخونه. بجد انا تعبت. اللي اصغر مني اتجوزوا ومعاهم عيال. ما انا كنت عايزه ارمي نفسي على عربيه عشان استريح بقى. وعندنا في البيت قالوا لي احنا مش هنديكي حاجه تاني عشان انتي فاشله. ايه ده؟ ايه ده؟ انا حاولت اقنعها بما يرضي الله كتير. انا تعبت. انا تعبت. بهدله اخر بهدله. مش عارفه تدخل البيت. اللي هي عماله تعمله. وجيت قالت لي انا ما صدقت ان انتي كلمتوني. قلت اللهم لك الحمد. انقذيني. تنقذك ازاي؟ انقذيني. شيرين مش اول مره تظهر عندي. انا من الناس اللي بدي كل حد حقه في المهنه دي. لو انا عملت الانفراد بطلع اقول انا عملته. حاجات كتير جدا ليا انفراد. عريس اسماعيليه كان انفراد عندي. جوز ريم طارق طلعوا طلقها كان انفراد عندي. انا بقول حق ربنا. شيرين مش انفراد عندي. شيرين بقالها 10 ايام بسم الله ما شاء الله. كل الناس بتتكلم عليها. تقابلنا انا وهي يا بنتي اللي بتعملي غلط. تعمليه في نفسك حرام، ما يصحش، ما فيش حد يرخص من نفسه، فيش بنت بتعمل كده أبدا. قلت لا أنا مقتنعة الناس اللي خلتني أعمل كده.
صورتك اتهزت، شكلك وحش. انا هعمل ايه؟ الناس اللي خلتني اعمل كده. طيب هسيب شريهان وهتكلم عن نفسنا. يخرب بيت الشهرة والسوشيال ميديا اللي خلاص هبل الكل، يخرب بيت كده بجد. كل بنت في سنها الله أكبر منها فشر اللي قال عليك يا عانس. عانس ايه ونيلة ايه وزفت ايه؟ العانس بيقولوا عليها عانس. طب تتجوز جوازة خايبة وتنفصل، تتطلق ومعاها ابن تعيش ما هي وهو، عايشة لوحدها يا قلب امها ملهاش حد، راحة جاية كده، يخرب بيت ده. انا ما بشوفش في حياتي ارقى ولا اهم من بناتنا. اللي بيشتغل طالع عينه عشان بيته وبناته، والبنات قبل الولاد. اللي بتصون نفسها وتحافظ على حياتها لو جوزها مات عشان خاطر بناتها، والبنات قبل الولاد. اللي بتخلي بالها من الطلعه والدخله وتخاف وتحافظ على نفسها، تقولك عشان عندي بنات. الاب اللي بيذنب في حق نفسه ويجي له حكم ويقول لك يا دي النيله انا بناتي ذنبهم ايه، انا بناتي راحوا، حسبي الله ونعم الوكيل في ابوهم. بيبقى ابوهم ما اسالهمش في حاجه، عمل حاجه ولا مصيبه تيجي تقول لك فضحنا وقف حال بناتي. انا ما بعرفش احنا ازاي دول بيبقوا اهم حاجه في حياتنا، ونيجي احنا بعد كده بقى نديهم الالقاب الغريبه دي، المعنسه والمطلقه وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي؟ هما بتتحول ازاي؟ اللي حصل قولا واحدا خطأ، وخطأ كبير، جريمه في حق نفسها، ومش هتشوف بعدها خير. وانا وانت اهو، انا قلت لها ما جيتيليش بدبله يعني، مشاهدات بالملايين يعني. انا اللهم لك الحمد اقول حق ربنا يعني، لو عملت عند نهال الملايين مش انا لوحدي، عندي وعند غيري. بس وبعدين جت تقول لك ايه؟ اللي بيعرض عليا الجواز عرفي، واللي بيعرض عليا اللي انا اقعد بولاده واربي له في ولاده وجيب لي شقه مفروشه. ايه الكلام ده؟ الناس ما بتبطلش قواله يا اخي، ده ما رحمتش المنقبات اللي هم اصلا لا باين منهم ايد ولا رجل ولا حد عارف شكلهم اصلا. الناس ما بتبطلش قواله، ده حال الناس، ده معروف. لكن في الاول وفي الاخر اللي بيحافظ على نفسه كسبان، كسبان وكسبان كتير قوي. أولها كسبان راحته، كسبان إن عدوه ما يعرفش يخترقه، كسبان كرامته، كسبان قوته، كسبان كل حاجة. بشوف بنات 35 سنة ناجحين في شغلهم، بسم الله ما شاء الله، الرجالة اللي طمعانة فيهم. بشوف بنات بسم الله ما شاء الله 29 سنة تقول لك أنا مش هتجوز غير عشان أنا مش قادرة أسيب بابا لوحده، هقعد ببابا، أنا مع بابا. قرارها، لا انكسرت ولا اتذلت ولا انهانت، لا ده أنا أكمل لكم كتير، ده أنا أقعد أقول من هنا لبكرة لحد ما أشوفكم حلقة بكرة. شوف بنات اسم النبي حارسها وصينها، الله أكبر. اللي بتحضر إيه، واللي بتذاكر إيه، واللي بتساعد في البيت في إيه، واللي بتشتغل فين، واللي بتشتغل شفتين، واللي بتشتغل شغلانتين، وإيه يعني عايشين أساميهم يفط كده، إيه الهم الأسود ده؟ قلت لها اشتغلي، وقلت يمكن فراغ. أنا أقول إيه؟ هقول ايه ونيلة ايه؟ انا اقول ايه انا؟
طب انت اشغلي نفسك بنجاحاتي، ما انا حاولت اغني شهره، ده شهره وده شهره، يعني عايزه تشهر. قلت لك هي بقى بتقول لك اتشاف، هو مين هيشوفني؟ ده نصيبك وهيجيلك لحد عندك. مين؟ فيش حد. بنت مسؤوله، البنت يعني ايه الجراءه دي؟ بنت يعني ادب، حياء، ذوق، تربيه. البنت عنوان البيت. لو بناتي مؤدبين ومحترمين يبقى ده راجل ابن حلال، ربنا كرمه ورضيه. ده عنده 5 بنات بسم الله ما شاء الله، ده عنده 3 بنات اللهم صل على النبي، اهلها مشوها من البيت. فانا مش عايزه اشوف ده كتير، وعارفه اللي هيحصل بعد كده. شيرهان هتطلع جايبه واحد جنبها تقول لك انا اتخطبت، وبعدها بشهرين شيرهان فكت الخطوبه، وبقى انا حافظه خلاص. شغلتي شغلتي انا قاعده بقى، انتوا بتشوفوا خبر انا بشوفه شغل، شغلي زي اللي قاعد على الكاشير، زي اللي بتشتغل في مستشفى، زي الدكتور عندها مواعيد عمليات. انا ببقى عارفه الخبر ده رايح لفين، والفيديو ده رايح لفين. ما فاتش 10 ايام جاي لنهال طالب بتعيط. بتعيطي ليه؟ ما انت ضحكتك كانت قد كده في وسط البلد. قالت ما انا اتبهدلت ليه؟ وبنت خالتها بقى مش ترجعها؟ لقيتهم هما الاثنين على كده، يعني هما الاثنين ماشيين في الطريق ده. كل البنات اللي بتسمعني، 29 بما فوق، انت ست الهوانم، انت ست البنات، انت ولا يهمك الجواز، جاي 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 جاي، اقعدي وقدري نفسك، ولما يقدركيش عنه ما جه، اللي ما يرعيش ربنا فيكي عنه ما جه، اللي ما يحافظش عليكي عنه ما جه، اللي ما يرضيش ابوكي وامك فيكي عنه ما جه، مش عايزينه. ايوه مش عايزينه. جدران ابوكي دي حمايه، اوضتك دي مملكتك، مملكتك. اللي بيحصل ده غلط، ومش غلط سهل، ده غلط كبير. واحده تطلع تعرض نفسها كده، ده قمه قله الحياء وقله كل حاجه حلوه. ليه يعني ان شاء الله؟ علشان ايه؟ علشان ايه؟ بناتنا لا داعي من التجريح. انا يعني لا داعي. بناتنا دول احلى حاجة في حياتنا، اللي الحلو بيبقى بيهم. اكتر حاجة بنسكت وبنلتزم عشان بناتنا. ولكن عندي بنات، انا هسكت مش هتكلم عشان عندي بنات، انا هعيش مع جوزي رغم اللي بهدلني وسيء جدا عشان عندي بنات. الله يرحمهم ابوهم عاش جنب الحيط عشان عنده بنات. انا دي معلوماتي، ان البنات دي كل حاجة حلوة بتتعمل عشانهم. كل الناس بيطلع عينها في شغلها فتستحمل، تيجي على نفسها تقولك بناتي يروحوا فين، ولادي. الصبيان دي لما بتكبر بقى بينزلوا مع على دماغ اهاليهم. بتفضل البنات، البنات. سيدنا النبي في خطبه الوداع فارق الدنيا، ودي كانت مصيبه. في عز ما هو ماشي، في عز ما واقف يقول كلام عارف ان الأمة الإسلامية كلها تقوله بعد ما يتوفاه الله، آخر حاجة قالها النساء النساء، يعني قال الصلاة الصلاة، الله في الصلاة، ثم جاب قال لك إيه؟ المؤنسات الغاليات، نسائكم. محدش يهين ولاده،
استوصوا بالنساء خيرا، سيدنا النبي قال لنا كده. ازاي؟ ما قالش بقى الزوجه، ما قالش الابنه، ما قالش الستات. الست احنا بنعمل ايه؟ انا ما اعرفش والله، ما انا عارفه. انا بقيت قاعده لاني ست محافظه على مشاعر الست، وهي قاعده بتعيط، وانا من نوع الحنينه حبتين كتير، خايبه بقى في الموضوع ده. هقول لها ايه؟ هاجي عليها؟ يا ناقصه، هي جت على نفسها اصلا، هي ناقصاني. كلمه عنز دي رموها، مطلقه دي تنهش في لحمها، ده انسوا بقى، انسوا الكلام الفاضي ده. الست كون ان ربنا عزها وصينها، يجي شويه بني ادمين مش هيعزوها ويصونوها؟ ازاي؟ ازاي؟ استغرب جدا اللي بيحصل ده، انا فعلا بستغرب. بعتولي كل رسائلكم، كل حكاياتكم على صفحه البرنامج باسم نهال طايل على الفيسبوك، صفحه البرنامج باسم نهال طايل على الانستجرام، ولا بقى دي الصفحة الموثقة بتاعتي بالعلامة الزرقاء، ولا بقى تيجي أم كده بزعل منها أوي، الأم دي تيجي أم كده بنتها مثلا ما اتخطبتش، أو بتتخطب وتسيب كتير، أو أي مكان، تيجي بقى تقعد مع حد وهي بتذكر في الكلام لأختي ليها الجارة أي مكان، تلاقيها تقولها ادعي لنا والنبي، والله نفسي أطمن عليها، نفسي أشوفها في بيت عدلها، نفسي أشيل ولادها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بزعل بالام دي جدا على فكره، قوي. اكلها وشربها مضايقك؟ بقت عبء؟ ازاي؟ فتقوم البنت دي تخبط في حيطه، تتجوز اي جوزه والسلام، تقول لك عشان اطلع من بيت ابويا. حرام، مفيش كده يا جماعه، والله ما في كده، والله العظيم ما في كده. الأصول يا جماعة بيوت الأبهات للبنات مش للرجالة. لو بتفتح بيتك تفتحه لبنتك، هي كده، هو ربنا خلقنا كده. متروح فين؟ لكل أب بيقفل بابه في وش بنته ممنوع، حتى أبو شريهان ممنوع. بيت الأب ده القبلة بتاعتنا. خدت على دماغي من الزمن؟ أنا انتوا بتفرضوا المصلية تصلوا، عارفين قبلتنا ازاي؟ كده كده، تاخد من الزمن على دماغها، تاخد نفسها وتروح بيت أبوها. زعلت في بيت جوزها، تاخد نفسها وتروح بيت أبوها. تعبانة وزهقانة ومحدش بيشيلها، تروح بيت أبوها. هو القبلة بتاعت الستات والبنات، ده مكانها، بيت ابوها ده مكانها، هو كده. اتطلقت ترجع بيت ابوها معززه مكرمه، اتفضل شوف نفسك انت ومراتك عشان بنتنا جايه، ايا مكان، ايا مكان. لا يا جماعه، احنا في حاجات أنا بشوفها هي ما ترضيش ربنا أولا. كم بنت انفصلت ردت على بيت أبوها، وبعد كده بيجي ابن الحلال ياخدها تاني، ياخدها بالأصول تاني وبالدين تاني وبالعرف تاني. كم بنت تانية بيت أبوها كان مقفول، تروح تأجر بيت ولا أي حاجة وكلاب السكك تنهش فيها. ده مرفوض، مرفوض. هقولها تاني، بيت الأب قبلة البنات والستات، أنا بيت أبويا. تبقى ست 53 و55 متشحططة في الإيجار عشان ما خدتش بيت أبوها أو ما لقاش في بيت أبوها، ما ينفعش.
دخلها لي دخلها لي يلا. اهو انا كنت واثقه في ده يعني. انا بصوا البرنامج ده بقى صعب قوي. انا طبعا بشكركم جدا، بشكركم فعلا، بشكركم على كل حاجه، بشكركم على النجاح اللي انتوا بتديهولي بعد ربنا سبحانه وتعالى، بشكركم لكل حاجه بتبان هنا وانا على الهوا كده. انا ببقى شايله هم ده قوي والله، ربنا يشهد عليا. كل كلمه بقولها ببقى راجعتها وفكرت فيها كتير جدا. حافظوا على بناتكم. كانت مكالمه دلوقتي وانا على الهوا بتقول ان دي مش بنت خالد شرهان، وان شرهان مش عندها 27 سنه، وان هي كمان سبق ليها الزواج وعندها اطفال. فين المداخله؟ مساء الخير. اسمعيني عشان خاطري من التليفون، بلاش التي في. حاضر. مدام منى مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. شفتي الحلقه؟ شفت الحلقه. عارفه شريهان؟ شريهان عارفاها. احكي لي كده يا مدام منى. شريهان اولا عندها 37 سنه ومنفصله، وعندها ولد وبنت ما شاء الله الله اكبر عليهم، كبار وكويسين. وهي اصلا انا ما اعرفش هي بتعمل كده ليه، عايزه تتشهر وتطلع ترند باي طريقه. هي عايزه تبقى مغنيه، فما عرفتش، مشيت في مجال الغنى ده كتير فما نجحتش فيه عشان صوتها وحش اصلا، فعايزه تطلع ترند وتتشهر باي طريقه. فانا احنا اتفاجئنا فعلا بيها بالفيديوهات اللي هي عاملاها دي على السوشيال ميديا، وكلنا قلنا ازاي هي تعمل كده، وهي اصلا من ابو حماد الشرقيه مش من المقطم ده، ولادها جوزها هو اللي كان من المقطم وعايش في المقطم. مش هي انفصلت ليه؟ الله اعلم بقى الاسباب ما بينها وبين جوزها، وكانت قاعده في بيت عيله وفي مشاكل فانفصلت. طيب وانفصلت من كام سنه؟ انفصلت تقريبا سنتين او ثلاثه تقريبا في الوقت ده. وهي مش عندها 27 سنه ولا عينت خالص ولا الكلام ده، هي بس كل الفكره ان هي عايزه تطلع ترند، عايزه تتشهر. طب من وجهه نظرك ده خسرها ولا كسبها؟ نعم؟ من وجهه نظرك تصرفها ده خسرها ولا كسبها؟ خسرها طبعا. انا اصلا انا دلوقتي طالعه مش بتكلم عشان هي تولع، انا بتكلم عشان خاطر عيالها. يعني عيالها دول، انت فين عيالك مش بصلهم ليه؟ هم عندهم كام سنه؟ مازن في اولى اعدادي ومايا في رابعه ابتدائي او ثالثه ابتدائي. حبايبي سايباهم بقى لها 3 سنين مع ابوهم؟ لا هي كانت قاعده معاهم، انا بقول لحضرتك هي قاعده في المقطم مع ولادها، شقه ولادها. مين الست دي؟ دي غاده. الست اللي معاها في الفيديو اللي انا صورت معاها. مرات ابن خالتها. مرات ابن خالتها، يعني تقرب ابن خالتها برضو يبقى ابن خالتك. ابن خالتها. طب هي غاده مالها كده سايباها وبتقول وماما فين؟ والدتها فين؟ والدتها متوفيه بقى لها كتير. والدها؟ والدها في ابو حماد واخواتها في ابو حماد، وهي اصلا ما بتروح لهمش، هي بتروح لهم كل فين وفين بس مالهاش علاقه بيهم، وهي حياتها منفصله عن حياتهم. يعني ما بتنزلش بيت اهلها؟ بتنزل كل فين وفين بس ما بتقعدش هناك، هي ما بتقعدش هناك في ابو حماد. ما حاولتيش تكلميها تقولها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما بتقبلش هي نصيحه من حد، وما بتقبلش كلام من حد، هي شايفه اللي هي بتعمله صح، بتقول لنا مالكوش دعوه، لا اللي بينتقدها بتعمل له بلوك. عايزه تقولي حاجه تاني يا مدام منى؟ لا ميرسي لذوقك، بس انا عايزه اقول لها اتقي الله في عيالك وبطلي الكذب اللي انت بتعمليه ده، عشان انت عندك ولد وبنت، حرام عليك، اما يكبروا انت مش حاسه دلوقتي دول هيكبروا. انت اما شفتيها معايا على الشاشه بقى قلتي ايه؟ انت اول مره تدخلي لي اصلا. نعم؟ انت اول مره تدخلي لي، يعني انت يعني انت ما وصلتناش قبل كده. انا اتفاجئت اصلا، جالي تليفون وقالوا لي ده بنت خالتك طالعه على قناه صدى البلد. فبقلب القناه لقيت. طب استني بعد اذنك يا منى. هندخل شريهان كده معلش، دخلها لي بقى يا استاذ احمد. استني خليكي معانا يا مدام منى. بصوا هي الشهرة، انا مش هعرف اقول حاجة، تقولوا لي انا انت مذيعة وبتقدر تقصها كده، محروم مني، متشال مني حاجات كتير عشان اكمل قدامكم هنا، سايبة كتير قوي كتير، ناس بتعملوا عادي انا معرفش اعمله عشان افضل معاكوا هنا، حاجات انا مش عايزه افتكرها، لان من كتر ما بفتكرها انا دماغي لو حد خبطني ما بنزلش من عربيتي، هو اللي خبطني ممنوع عشان تنهال، لو حد بعت لي حاجه بايظه من السوبر ماركت لبن رايب ما ينفعش اتكلم، بسكت. يا شريهان مساء الخير. مساء النور.
دلوقتي يا شريهان الدنيا، انا قعدت معاكي وكانت واضحه بينا جدا، وقلت لك انت متجوزه وعندك طفلين، قلت لي لا. لا فعلا. ليه؟ ومين مازن ومايا؟ لا، الكلام اللي انت حضرتك اللي انت سمعتيه ده ابحثي عنه كويس. انا اتعذبت في حياتي واشتغلت. قولي لي يا حبيبتي ايه هو؟ بصي حضرتك، بنت خالتي اللي كلمتك دي اصلا انا حصل بيني وبينها مشاكل من زمان، وهي بتتنقدني مع ناس كتير قوي مش انتوا بس، وبتقول عليا كلام كتير غلط اصلا. بتقول ايه؟ من غير اي داعي، فاهمه؟ وبيني وبينها مشاكل، ودخلت برضو كلمت ده وده وده وده، بتبوظ لي كل حاجه في حياتي. مين مازن ومايا يا شريهان؟ انا ما عنديش ولا مازن ولا مايا. طب صورهم معانا يا شريهان، الست حالا بعتت الصور، مين دول؟ طب انت سايباهم فين؟ حضرتك الصور اللي موجوده عندك دي حضرتك دلوقتي دي عيال اختي. يا منى اصلا عندك اخوات بنات؟ انت كل اخواتك صبيان. ما عندكيش اخوات بنات يا شريهان. طب انت طمنيني على اولادك بس، هما فين؟ منى اللي بتكلمك دي دلوقتي كل كلمه بتقولها لك كده، لاني انا ما بكلمهمش اصلا بقالي سنين، لانهم هم مستغليين. طب اخوات مازن ومايا الصورتين اللي عندنا دول، الواحد البنت والولد اللي معانا دول، انت مالكيش اخت؟ انت دلوقتي كدبتي يا شريهان اهو، قلتي ولاد اخت. لا انا مش كدابه. يعني انت ليكي اخت؟ ليكي اخت؟ صدقيني انا مش كدابه. طيب يا حبيبتي انت ليكي اخت؟ كل كلمه هي عملتها، كل حاجه هي بتطلعها. يعني انت مش عارفه كل، طب الست دي عارفاكي منين؟ دي فعلا بنت خالتي، بس انا ما بكلمهاش اصلا، هي عايزه تبوظ لي كل حياتي. طيب بعد اذنك يا شريهان. بعد اذنك. حاضر، انا همشي وراكي للاخر يا بنتي. انت قلتي ماما ماما عايشه وهي متوفيه، ليكي ام ثانيه؟ لا ماما عايشه. لا اله الا الله، امال بنت خالتك بتقول كده ازاي؟ يا ستي واقسم بالله البنت دي بتكرهني كره العمى، اقسم بالله عايزيني امشي في الشارع بلف حوالين نفسي. لا الكره ده يا رب اموت ان البنت بعد دي الشر يا ستي. اصبري بس، خلاص سيبك من الكره، سيبك من الكره، مع ان انا مش عارفه تكرهك ليه، لان انت في موقف دلوقتي لازم تفوقي. لانها حقوده. هتحقد عليا يا بنتي؟ انت جيتي اصلا بتعيطي في البرنامج. مشيتك حافيه في رجلي. مشيتك حافيه ازاي؟ مره قلقتني الشبشب عندهم ومشيتني حافيه. انا بتكلم في ولادك، انت سايباهم فين؟ لان هي بتقول لي ولادي، ولادها المفروض هي قاعده بيهم في المقطم. ما عنديش ولاد حضرتك. هو انا عشان انت منين يا شيماء؟ انت يا شريهان انت منين؟ انا من القاهره. مش شرقيه. من المقطم حضرتك. مش من الشرقيه. انت حضرتك انت اكيد عارفه انا منين. ليه بقى؟ حضرتك اكيد عارفه ان انا منين حضرتك، انا لو جبت لك البطاقه هتعرفي ان انا من مصر، من المقطم حضرتك، اصورك او اصورك ان انا قاعده مع جوزك يا حبيبتي. اصبري بس، لو انت جيتي عملتي معايا صور عندنا هتعرفي ان انا في المقطم من. طب اصبري بس يا حبيبتي، اصبري، جوزك اصلا من المقطم. انت واجهني ايه؟ جوزك من المقطم، فطبيعي انت هتنقلي الاقامه. يا حضرتك انا مش متجوزه، حضرتك انا مش متجوزه. انت منفصله؟ ولا منفصله. شكرا يا شريهان. عايزه حاجه تانية يا منى؟ انا مش عايزه حاجه والله، بس والله انا ما بكذب في حرف، وانا فعلا ما بكرهاش، انا بحبها. شبشب منى؟ الكلام ده كان عندي 9 سنين، كنت صغيره وقلت لها انت لابسه شبشبي اقلعيه، بس كنت صغيره وكانت هي صغيره لسه معايا. يا ريتك ما قلتيلي. وهي بنت خالتي، وهي كل الكلام اللي بتقوله ده والله العظيم، والله العظيم وحياه بناتي كده اللي انا قلته لك هي الحقيقه. وانت تقدري تتاكدي. الاب فين؟ الاب موجود في المقطم. ما انا اصلا انا فعلا حاولت، انا تاكدنا فعلا وواجهتها قالت لا هي مصممه. لا خليها تبعت شهاده الميلاد بتاعتها، خليها ستي حره في دماغها، كل واحد بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. فعلا، وفي ناس كتير مقربين هم عارفين ان كل الناس عارفه ان هي منفصله، المقطم كلها عارفه ان هي عندها ولد وبنت، المقطم كلها عارفه ان هي عندها ولد وبنت. ربنا يهدي لها نفسها. يا شكرا رب. ميرسي قوي يا مدام منى. كل حاجه بتتعمل غلط وراها اهو لغط وكركبه وقله صراحه وقله وضوح، يعني وصل الحال تبقى ست منفصله وعندها طفلين تقول لك انا عايزه اتجوز، انا ما سبقليش الجواز اهو. مضطره اطلع فاصل، انا مش عايزه اكمل كلام في الموضوع ده. نطلع الفاصل ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا.
وسهلا بيكم مرة تانية في تفاصيل صورة مايا ومازن معانا. أنا مش هنطلع الصور دي حفاظا على خصوصية الأطفال دول، وإن ما لهمش ذنب في ده كله. لعل وعسى الأم دي تفوق اللي هي بتعمله. أي تنازلات العقل ممكن يقبلها إلا تنازل الأمومة، لا تقبل. أنا أم معناها أنا عندي أطفال ليه أنكرهم؟ أنا أم معناها أنا مسؤولة. أنا أم معناها اللي أنا في موقع المسؤولية الكاملة الصعبة اللي مش سهلة، العطاء اللي ملو يعني اللي ملوش بديل غير كده، تبقى حاجة تانية. نورني وشرفني شيخنا أحمد وهدان. شرف لي يا أستاذ. عامل إيه؟ نور حضرتك. الحمد لله في نعمة، ربنا يبارك حضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله أستاذ، ربنا يبارك حضرتك. تسوع وعاشوره جايين علينا اهو ان شاء الله. احسن سمعنا كلام كتير قوي في اليومين دول. نعم. هم قد ايه يومين يفكوا كروب كتير، صحيح، يزيحوا ذنوب كبيره، صحيح، يغفر ربنا فيهم. شوف منح ربنا طول السنه مواسم للطاعات، مواسم تخفيضات. ايه الجمال ده؟ صحيح. يعني احنا مخلصين ذي الحج، خش على التسوع، خش على التسوع وعاشوره، وبعد كده يجي المحرم. ربنا بيبعت لنا فرص عشان نفوق سبحان الله طول الوقت. في تخفيضات سنويه على السيئات وعطايا للحسنات. الله. سنويه ربنا تبارك وتعالى دايما بيديها. نصوم الخميس والجمعه، نصوم الخميس والجمعه امتثالا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احنا اولى بسيدنا موسى. ودي جمال الاسلام الاحتواء، ان احنا كل حاجه احنا بنحب كل الانبياء. ربنا سيدنا سبحانه عيسى وتعالى بيغفر الذنوب كلها. طبعا اتفضل بقول لك. احكي لي بقى تسوع وعاشوره ايه؟ انا كنت المفروض هعملها مع حضرتك يوم الاربعاء. نعم. ولكن والله يا مولانا يمكن هنشتغلها حد واثنين واربع. نعم. لاسباب كتير. نعم. في جيل طالع لازم يسمعنا، عايز يتعلق بسيدنا النبي. ايوه، ويعرف سيدنا النبي ناخده في طريقنا. كان بيتعامل مع اخواته ازاي؟ اخواته الانبياء كان بيتعامل مع سيدنا عيسى ازاي ويتكلم عنه ازاي؟ انا مني وعيسى، انا من عيسى وعيسى مني. سيدنا عيسى كان الحنان، كان سيدنا محمد دايما يعلمنا ان سيدنا عيسى هو الحنان، وسيدنا موسى هو الاخ والسند. سيدنا موسى اللي كان رحيم بالامه دي. طب انت عايز ليه ان انا اكون مع سيدنا موسى او ان انا اكون مع سيدنا عيسى؟ انت عشان حاجه واحده بس، تكون مع سيدنا عيسى، مع سيدنا موسى. ان سيدنا موسى كان رحيم بالامه دي وكان دايما مع الامه دي، وقف سيدنا محمد وكان حاجه عطيه من ربنا، ان ربنا مدينا 50 صلاه. فسيدنا موسى وقف وقال لا انا اعرف الناس كويس وانا خايف على امتك، خايف علينا سيدنا موسى. فقال له لا ده الاسراء والمعراج، رحله الجبر الخاطر. انك انت لما يكون ضاقت بيك الدنيا ما تقلقش، ربنا انا مهما اقرف الرحله دي فيها لا يسعني خيال، خبايا وعطايا لا يسعني خيال، كلنا لينا فيها يعني. مصطفى محمود اتكلم عنها الكاتب العظيم الله رحمه الله عليه، طبعا ربنا، كتاب كتير جدا اتكلموا عنها. انا لا يسعني خيال، تمام، نهائيا فيها جديد كل يوم. حضرتك انت الشافعي اتكلم فيها وقريتها كلها برضه، خيالي مش جايبني. هقول لحضرتك حاجه، انت ممكن تاخديها كتصوير سينمائي وانا قاعد كده، مش عارفه مش قادره اقول يا ربي معقول، واقعد مع الانبياء. دي معجزه كبيره جدا. صحيح، من اول الرايه اللي الامه الاسلاميه بتاخدها، بعد كده مكانه سيدنا النبي، بعد كده اللي احنا ربنا بيقول لنا كلنا انا هطبطب على قلوبكم مهما دقت بيكم. ده هو كان سيدنا محمد جاي منين؟ جاي من الطائف. الدنيا عنده مشكله كبيره جدا وحلفوه بالحجاره، محنه كبيره، وخلاص بيتكئ وخلاص، ويعني ان لم يكن بك عليه غضب فلا ابالي. ربنا ما استناش، يلا يا سيدنا محمد انت جاي، ويبعت له البراق. اول حاجه اول دب ينزل لنبي، عشان كده سيدنا جبريل يقول له ما ركبك ولن يركبك افضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فيروح سيدنا محمد، يعني حاجه فيها خيال، فيها كل واحد فينا يلاقي نفسه فيها، عظمه، وهيلاقي العزه ويلاقي الشرف ويلاقي المكانه، وهيخش على الجنه يشوفها ويشوف النار كده وعشان ما يخشهاش تاني، ويتعرف على سيدنا ادم، ويتعرف على سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا يونس، يتعرف على الناس اللي ربنا تبارك وتعالى بيقول لك دي سنه الحياه اللي هتجي لك بعد كده، اوعى تقع في الحفر دي. فدي مكانه الانبياء عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلع وربنا تبارك وتعالى يقول له امتي امتي، يقول له لن نسوءك في امتك صلى الله عليه وسلم. دي برضه مكانه الامه. ولو رجعنا لتسوع وعاشوره، ان اليهود كانوا بيصوموا عاشوره، فسيدنا محمد قال نبقى عليها ونصوم تسوع. نبقي عليها إكراما لسيدنا موسى، وأنا مني وهو مني.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عظمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حبيبي يا سيدي يا رسول صلى الله عليه وسلم. إحنا يمكن جسمنا بيقشعر دلوقتي لما افتكر سيدنا محمد حتى مع المشاهدين، لأن الرحمة في حنية كده من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في جمال. قبل كده قبل ما يروح يقابل سيدنا موسى في رحلة الطف، يعني يمكن ناخد مقتطف، الناس دول بعد ما أوزوا سيدنا محمد وعملوا اللي ما اتعملش، نزل له ملك الجبال مع سيدنا جبريل. إن الله يأمرني أن أأتمر بأمرك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فيمحو الله هؤلاء القوم فيأتي بقوم آخرين فيعبدوا الله ويطيعوه. أقول لحضرتك إحنا جايين من مشوار وفي ناس حدفونا بالطب وزعلونا وعملوا اللي ما اتعملش. فين حقوقنا؟ حقنا ناخد حقنا. وأنا بقى دعوتي مستجابة كمان. دعوة واحدة بس. أنا رب عايز حق. أرني فيهم آياتك. بس سيدنا محمد بيعلمنا حاجة تانية، بيعلمنا إنسانية مش فردية. ما عملناش ذكورة، ولا بيعلمنا إن إزاي تكون رجل مسؤول. ورجل مسؤول دي بقى لو حطينا تحت خطوط كتيرة قوي الرجل مش دايماً ذكر. إحنا قلنا مليون مرة إن في ست ولا في راجل. عارفة يعني إيه مسؤولية؟ سيدنا محمد بيعرفنا بقى المسؤولية، بيعرف للست وبيعرف للراجل. لعل لا، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. إيه الرحمة دي؟ إيه الجمال؟ إيه الحنية؟ إيه العظمة؟ إيه الرعاية دي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه بيتصدق بكل ما أوذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة كلها. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع ليكم ودقائق أروع ما تكون، ابقوا معنا. إذا أردت أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فليشرب هؤلاء كوب ماء نظيف. شدينا الرحال من أبعد منطقة وجينا في محافظة بني سويف وفي مركز الفشل عشان نلاقي على الطبيعة حاجات أغرب من الخيال. قسما بالله احنا تعبانين هنا من قلة المية، كلنا بنشيل مية وبنجيبها من البلد، واحنا في الزراعة في آخر البلد، عايزين مية. كل اللي يساعد في أهل الخير في المية يجعلوا له في ميزان حسنات. أمراض في جسم الأولاد بسبب المية دي، المية بتسبب مرض في جلدهم لأن هي مية مالحة، صعب التعامل بيها، صعب إن أنا أغسل بيها جسمي أو أكل بيها. وهنا الناس تعبانة في المية، بنروح نسافر 2 كيلو نجيبوا مية على الركوبة، أو ناس ما عندها مكنة نجيبوا مية من البحار يعني 2 كيلو. في بيوت مش ممحرة خالص، وفي بيوت ممحرة ومعودة باللوح والعلم. الناس بتروح للدكتور تكشف عشان المية الحادقة دي الوحشة. المية أي طرمبة هنا تتميل عليها وتشغلها كده تلقاها مية حادقة وحشة. الناس عاوزة حنفيات تشرب منها مية نظيفة. معانا 3 جنيه، ناخد 3 جنيه المية، وما عندناش مية، وزي ما أنتم شايفين حصلتنا هي، أنا وبنتي من لنا 10 سنين دلوقت مع بعضينا هنا. ما عندناش ميه، منين نجيك ب 3 جنيه؟ ناخد توك توك منين نجيك ب 3 جنيه ميه من البلاد؟ ما عندناش ميه نحن خالص، جاي خالص هنا طبيعي. احنا هنا عندنا كذا مشكله متعرضين ليها. اولا احنا مش لاقيين ميه نشرب. ثانيا الطرمبات اللي احنا داجينها دي عامله اما تعمل فشل كلوي للناس. الحريم اما يغسلوا منها اما تسقط شعر البنات والحريم. تمام سعادتك كده. واحنا دلوقتي عشان خاطر الواحده تملى شويه ميه اما تنزل البلد واما يشرب سعادتك الميه دي بالقطاره زي ما يكون دواء جاي من الصيدليه. فانا سعادتك عايزينكم تعنونا وتشوفونا مثلا اذا كنتوا توصلونا وصلات ميه هتدقونا ابيار فانتم مشكورين جدا. بس احنا والله قسما بالله عايشين هنا في معاناه ما يعلم بها الا ربنا. حد يا شيخنا يقول لك معقول ان الصدقه فضل كبير قوي كده في حياتنا؟ الصدقه حد لسه بيسال بيقول هو انا مقصر في نفسي؟ صحيح. انا جاي على نفسي ان انا صدقتي قليله. جاي على نفسه كتير وحارم نفسه من خير كتير، وحارم نفسه ان هو يتصف بصفات ربنا تبارك وتعالى، ان هو يكون سبب في الرزق، ان هو يكون سبب في تفريج الكروب والمعاناه. الراجل هو بيحلف، الراجل ما بيحلفش الا العزيز، ده هو بيحلف عشان محتاج حاجه، ودي صعبة قوي لازم نقف عليها. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. هو دلوقتي لو حد شافه قال له أنت إزاي تقف وتقول كذا؟ بس هو محتاج، ومحتاج عشان ابنه وبنته، ويمكن
عنده ابن، عنده بنت، عنده عيلة، عايز يشربها مية نظيفة بس. انت حارب نفسك من خير كبير قوي، انت حارب نفسك انك تقف بين ايدين ربنا تبارك وتعالى، مش همك الحساب، مش هتقف اصلا في الحساب. كلكم في ظل صدقته الى ان يقضي الله بين الخلائق. عايز صدقتك قد ايه؟ عاوز ظل، عاوز مظلتك قد ايه؟ انت عاوز، لو عايز مظلتك حاجه بسيطه ولا شمسيه، ولا عايزها بيت ولا فيلا ولا قصر، اختار وروح اقعد جنب عرش الرحمن، يمين عرش الرحمن، واختار لسنه ربنا تبارك، لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بص للراجل ده وقول الدنيا متقلبه، الدنيا متقلبه قوي. انا قريت لحضرتك بوست النهارده، بوست جميل يعني، انا اتفاجئت بيه سبحان الله. يعني انت ما انتش عارف بكره في ايه، لا، ولا الاب عارف مين كان يعمل معاك ايه، ولا الاخ ولا اي حاجه. شوف الراجل اللي كان بيضحكنا دايما، وكان دايما ضحكته ماليه الدنيا كلها، النهارده هو قاعد في السور عامل ازاي. بتاع براك، براك انت حضرتك النهارده الناس اللي ما يعرفوش، براك هو راجل طباخ تركي لف العالم كله بانسانيته، راجل خير، العالم كله بيعرفه وبيحبه وبيموت فيه كمان. فجاه اتغدر بيه غدر رهيب من اقرب الناس ليه، وهو ابوه. صحي من النوم بعد ما كان في دبي، البحرين، السعوديه، ليه فروع كتير على مستوى العالم، ما عندوش حاجه وبيبتدي من الصفر. وربنا يكرم، عشان هو كان راجل خير جدا. كتير كان بيساعد في الزلازل وفي كل حاجه، بيسافر افريقيا. فانا بقول لك شوف سوريا. هو ربنا هيكرمه، شوف كرم ربنا اللي هيبان عليه. انت ربنا كرمك هيبان عليك لو انت ساعدت الناس دي، وكرم ربنا تبارك وتعالى. انت الصدقه دي تقي مصارع السوء، انت مش عارف بكره في ايه. شفت حضرتك زمن الفتن وزمن الفتنه والشهره، وان انا ممكن اعمل اي حاجه في حياتي عشان بس الناس تتكلم عليا كلمتين، ولا ناس تعرفني، ولا ايوه ناس تعرفني. انا عايز ده. لا الستر فين؟ ده مش ستر. لو الناس عرفتني يبقى انا مش مستور. ربنا تبارك وتعالى كم من مغمور في الارض مشهور في السماء. انت لو انت مغمور في الارض ومشهور عند ربنا، راحه، هتروح تنام. مين فينا دلوقتي بيعرف يروح ينام اول ما يروح البيت؟ انت بقى يا سيدي لو معاك صدقه، معاك عمل صالح، ومعاك بسمه في وجه اخيك، دي صدقه، انت هتروح تنام. مش مين مهم، مين يعرفك؟ اصل الدنيا والفتنه دي، احنا دلوقتي بقينا ماسكين الفيس نخش، مين اللي علق، مين اللي اعجب، مين اللي كذا؟ ربنا، ربنا، ربنا اللي هيديك والله. ربنا اللي هيديك وانت محتاجك تدي. دي عظمة ربنا ان خلينا تدي، دي عظمة ربنا. شوف حضرتك لما حضرتك مثلا، انا كلمت استاذ نهال وحضرتك كلمتيني قلت لي احمد والله ادي لفلان اللي عندك ده 10 جنيه وانا هديها لك. انا ممكن اديله 100 جنيه عشان حضرتك ترضي عني وتديني اكتر ونبقى يعني تحبيني اكتر وكده. بس ربنا تبارك وتعالى بيقول لك بقى انا الغني، يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. مش احسن من ربنا. وبعد كده بقى جاي محذرك من حاجه، وهو كانه بيطبطب عليك برضه. والله يقبضه، هياخد من اللي عندك كله، ويبسطه، ممكن يديك اكتر من اللي عندك اضعاف واضعاف، واليه ترجعه. انت فين من ربنا؟ ارضينا يا رب يا رب، اللهم ارضينا يا رب. ما هو الملك بقى اللي هينزل الصبح يقول لحضرتك اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. السلام لما الملك هو اللي يبدا لي بدعوه في الصبح. انا عايزه اقول حاجه شخصيه مني ليكم. لما تدخلوا مكان الدنيا حر نار، وما فيش حد مش محتاج الشغل، انتوا حاسين وعارفين. لو انت طالبه اوردر وجايلك لحد البيت وانت قاعده في البيت، مش هتفرق معاك ال 10 جنيه راضي. جبر الخواطر ده مهم. ربنا يحللك المال اللي جبت بيه ويزيدهولك، ويحللك الحاجه اللي انت اشتريتيها. لما ننزل نشتري شويه خضار، انتوا شايفين الدنيا نار ازاي. فالراجل بيبيع كوبايات، بيبيع شويه اطباق، ماسك حزمه النعناع على شويه خضروات، بلاش تقعدي تفصلي للاخر. الرحمه، عايز الخمسه جنيه ياخدها، عايز العشر جنيه اتفضل. مش هنهادي في بعض بقى ونقعد نهاتي كده، الدنيا نار. مش دي اسمها الصدقه المختفيه؟ لما ينزل الراجل يقول له التفاح ده بكام، يقول له ده بكذا، يقول له طب خليه بقى عشانك. ده جمال. ويلاقي راجل كبير واقف على العربيه ده كده. جمال هيشقي اكتر من الشقه. جمال ونجاه. الله، انت شوف جبر الخاطر اللي حضرتك قلتيها دي. انا يعني انا دايما اقول بقعد بيني وبين نفسي، لو ربنا بيراضيني بحاجه عشان انا ممكن بعرف اكبر خاطر. صح بجد. انا بقى يعني اكتر حاجه ممكن تعديني او تنجيني ان انا بكبر خاطر. واقول لحضرتك حاجه، شوف التوفيق في حياه حضرتك لو بتكبري خاطر، بتضحكي في وش الناس وتكبري خاطرهم، مهما زعلت وزعلت عليهم بس طبطبت عليهم وروحت. ربنا بيطبطب علينا في الاخر. هيطبطب علينا بس طبطبت ربنا
عايز فلوس؟ عايز فلوس خد، عايز عايز نجاح خد، عايز توفيق خد، عايز ستر خد، عايز كل حاجة حلوة من ربنا. ستر وستر، ستر 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 ده ما كان والدي زمان يا مولانا. نعم دايما اسمعه يقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. نعم الستر. قول يا بابا انت عايز ايه؟ يقول عايز الستر. عايز الستر. كبرت فهمت. صح استاذ، الستر ده هو راس مالي اللي بواجه بيه الدنيا كلها. بتقول طب قول عايز فلوس كتير، طب قول عايز فيلا. الستر يحمل فلوس، الستر يجيب الفيلا، كل حاجه. الستر يجيب محبه الناس. اللي معاه دول ومش مستور، ما عندوش حاجه، وما عندوش حاجه يبكي عليها، فده بقى تخاف منه لانه ما عندوش مشكله خالص يعمل مندوش. الصح والغلط والحرام. ايوه لا ما عندوش. فانت لو سقيتي الناس دي ميه، فكره حضرتك قلتي كذا فكره جميله قوي. انا لو ليه ما بشوفش حد بيبيع النعناع ولا الفجل ولا الحاجات دي، وانزل سلام عليكم هات الحاجه حطها في الطرق خلاص خدتها، ده فتح من ربنا مبين. ليه الناس دي ما عملهاش وصله ميه بتاعتها؟ ربنا يتقبل مننا يوم مفترج دخل علينا. غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ربنا احسان، صاحب الاحسان. واحنا قلنا في الحلقه اللي فاتت مع حضرتك وحضرتك وقفتي عندها، الاحسان ان تعطي من لا يستحق بلا مقابل. احنا ما نستحقش اصلا من ربنا حاجات كتير قوي، وما بنعرفش ندي لربنا المقابل، بس بيبعت لي رساله واعمل بير ميه، اعمل وصله ميه، يا سيدي سقف مسجد، يا سيدي اعمل اللي تعمله حتى لو مش معانا بس اعمل. احنا والله العظيم هي رساله من ربنا ليك انك تعمل صدقه لله. اعمل اللي انت لما هتعمل النهارده بكره هتعمل مع غيرنا، وبكره النهارده هتعمل معانا، بكره مع غيرنا، مفيش مشكله. بس احنا ربنا يمكن كرمنا ان احنا بنعرف نجيب، بيبعتنا ربنا، بيبعتنا ربنا للمحتاج اللي احنا محتاجينه والله. يعني هو لما بيروح احنا برضو كمؤسسه او مع حضرتك في نافذه حضرتك الجميله بنروح له بيدعي لنا دعوه جميله. هو يدعي لك دعوه جميله، وان لما يدعي لك بظهر الغيب ولك الملك بقى واقف ولك بالمثل. طب وانا ما اعرفش هو عارف اسمي؟ والله ربنا عارف اسمي. طيب حد مريض؟ نعم. واحتار دليله، تحب لف بابوه او بامه او بمراته او بابنه، تعب يائس، الصبر ساعات عندنا بنحتاج نشحنه. نعم. يقول يا رب صبرنا، يا رب خلينا راضيين اكتر، يا رب، يعني حاجات كتير. داووا مرضاكم بالصدقه. كام قصه سمعناها حضرتك ان كان عنده سرطان عزكم الله وعافاكم الله، كتير. كان عنده امراض غريبه وكان 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 وبالصدقه، بس كان فيها شويه ايمان وشوية إخلاص ويقين وشوية ثقة بربنا أو تعلق بقى بحبل ربنا إنه ملوش غيره. تعالوا أستاذ نعدل المعادلة تاني من أول وجديد، إن إحنا دايماً بنعمل حاجة. لما يبقى عندنا مشكلة بنتصل بفلان، فلان تعرف تحليل المشكلة؟ لا. طب أعرف أشوف إمكانياتي وأتصل بصاحب المشكلة؟ برضه ما يعرفش. بعد كده أقعد بقى ما عنديش حل تاني أقول يا رب. تعرف لو قلت يا رب من أول مرة، وقلت يا رب أول ما شفت المحتاج، وقلت يا رب أول ما شفت الراجل اللي عايز يشرب مية، الراجل بيقول لك إحنا عندنا مشاكل صحية، مشاكل مرضية، ربنا تبارك وتعالى بشويه ميه هتنجيهم. هو ربنا تبارك وتعالى عندنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعالوا تعالوا نشوف تقريرنا الجاي ونرجع ليكم مره ثانيه، ابقوا معنا. الله اكبر الله اكبر. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. احنا طبعا هنعمل على الشغل على الميت المطر. عندنا مساجد ياما محتاجة أبار، وعندنا الصحراء هنا كلها مصوبة على أمطار الشتوية يعني. احنا هنا بنعاني من قلة المية، بنعاني من مفيش أي مصدر للمية، والمسجد اللي أنتوا شايفينه ده حضراتكم مفيش حتى نتوضى، نيجي نتوضى ما نعرفش نتوضى. الاولاد اللي هنا ما بيعرفوش يشرب والله، حتى مش لاقيين بق يعني شربت ماء. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تكفر الذنب. فاحنا عايزين ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير، عايزين بير ميه يكون مصدر لهذا الجامع، وكلكم ان شاء الله تؤجروا على هذا العمل العظيم. يا حظه ويا بخته ويا هناه ويا مقامه عند ربنا تبارك وتعالى اللي هيعمل ابار الميه هنا. انا بقول ابار لان هنا التجمع كبير جدا جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين عدد الاطفال اللي بيحفظوا القران، ربنا يبارك لهم. حاجه هتفرحك، انا متاكد ان في قشعريره هتيجي في جسمك كده زي ما حصلت لنا من اللي حضرتك هتشوفه من الاطفال الجمال. لان البير ده هنا هيخدم الجامع ده وهيخدم الناس اللي هنا. والله احنا هنا ما لاقيين حتى ولا بق ميه واحد بس، فاحنا بنطلب من حضراتكم المساعده في بناء بير. والمسجد برضك يا جماعه بنعاني هنا من قله عدم وجود دورات مياه،
فإحنا بنطلب من الناس المحترمة دولة إنهم بس يساعدونا إن إحنا نبني دورات مياه بالجانب. لو في إمكانيات وفي حد يعمل آبار وفي هتلاقي الناس دي كلها الحمد لله عايشة مبسوطة ومية مية، بس ما فيش إمكانيات، الناس غلبانة وناس تعبانة مش لاقيين يا دوبك حاجة ياكلوها عشان يعملوا آبار. محتاجين مية، محتاجين بيربر الجامع، محتاجين مراوح، محتاجين للحمامات تصيين، محتاجين منبر للجامع، محتاجين مية للجامع. الله أكبر الله أكبر. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية وتفاصيل. بعتولي كل رسائلكم على صفحة البرنامج باسم نهال طايل على الفيسبوك، على صفحة البرنامج باسم نهال طايل على الانستجرام، وتأكدوا ان كل رسائلكم رهن الاهتمام ورد عليها بنفسي. نتكلم انا وانت بقى، نرجع ونقول ان ربنا غفور رحيم. وقلنا كمان ان رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده في حديث مباشر، داو مرضاكم الصدق. حد يشوفني يقولك اشمعنى المية؟ ليه اعمل بير مية؟ اشمعنى بير مية؟ لصدقة على ابوي، صدقة ورحمة ونور على امي، على اخوي الله يرحمه، على جوزي، على ابني، اعمله في جامع. ليه المية؟ سيدنا سعد بن عبادة، كلنا عارفين الحديث وقلنا كتير، بس سيدنا سعد بن عبادة ده كان من اغنى الاغنياء، كان بيعمل كل الصدقات لوالدته. راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماتت أمي أفأتصدق أنا؟ هو بيتصدق وبيطلع عليه كتير. قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ هو ده سؤال سيدنا سعد، مش سؤال إن أنا أطلع صدقة ولا لا. فقال له يا رسول الله، قال فأي الصدقة أفضل؟ قال أن قال سقي الماء أو سقيا الماء. تيجي ربنا، ده حديث مباشر من سيدنا النبي، إن أفضل صدقة ممكن تعملها هي سقي الماء. يجي ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. تيجي ان انت في الحياه الشخصيه عايزك تتحمل نص ساعه في الحر بدون ميه، عايزك تتحمل اليومين الجايين دول واللي احنا الجو اللي قعدنا نقلس عليه كتير، وده مش صح. ده اوعى تقارن، اوعى تقارن ان ده يقول لك ونار جهنم و... لا لا، نار جهنم. احنا طبعا مش بنحسد الناس سنة اللي على البحر دلوقتي واحنا ناقمين على اللي عمالين يبلبطوا، احنا ربنا كاتب لنا حياتنا وراضيين بيها، نشتغل ونجد ونسعى. لا نمل ولا نكل. التكييف يصدعنا نشغل المروحه، المروحه تقرفنا ونجيب هوا سخن نرجع نشغل التكييف. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان حتى التكييف بقى يزهقنا. صحيح، يعني احنا كمان بقينا نزهق في كلتا الحالات. احنا عايزين يبقى ده ربنا قصد بيه حاجه، بس يمكن قصد عشان احنا اتعودنا على الترفيه شويتين. اتعودنا على الترفيه شويتين، الفنا النعمه. يمكن ينفع نجرب يوم ان احنا نقعد من غير تكييف؟ فاكر زمان واحنا اطفال كان يجي يقول لك لو قعدت الناحيه دي فتحت الشباك ده قدام الباب فترة. ده هيجيب لك شفتها، تفتح الشباك ولو عشان يعمل طيار هواء يعمل لك تكييف لوحده. التكييف لوحده تروح لجدتك تفتح بس الباب، تقعد كده جنب الباب يقول لك الحته دي طراوه، ما تخليكش تشغل مروحه. ايوه. طيب دلوقتي لما جه التكييف فين بقى ده؟ لا طب لما جه المروحه والتكييف حضرتك قلتي حتى الناس بدات تزهق من التكييف. في واحد يقول لك انا جسمي بيوجعني من المروحه، عارفه استاذ واحد تاني يقول لك انا بقوم متكسر من التكييف، انا ما بعرفش اصحى اروح الشغل. واحد تالت مش لاقي اصلا نسمه الهواء. واحد مش لاقي نسمه الهواء. عارف ده عشان هو لسه ما شافش النعمه، انت شفتها والفتها. والف النعمه يا استاذه يعني التعود عليها خطر. فلازم اطلع نفسي دايما من النعمه، من النعمه اللي انا فيها دي، مش هطلع نفسي ان انا اقول لا مش عايزها. لا، احس بالناس. احنا ليه بنقول للناس تعالوا معانا وشوفوا الناس؟ عشان ده هيشوف حاجه ثانيه. بعينيكم. هشوف معانا حاجة تانية خالص عشان يعرفوا انهم عملوا حاجة عظيمة. كان معانا واحد هيشوفنا، هنشوفه تقرير ان شاء الله يا رب يبقى موجود. ده مهندس، زوجته توفت، احنا سمعنا منه كلام ما سمعناهوش من راجل. انا بصراحة انا بصت راسه. يبقى الراجل كان بيتكلم ان زوجته دي ظهره والسنادوق، هو بسم الله ما شاء الله ربنا موسع عليه وعنده اولاد وعنده كل حاجة. الناس هناك كانوا بيزرغطوا له من اللي بيقول. واحدة ست بسيطة وإن شاء الله هنشوف الكلام ده، قالت لي أنا عمري ما شفت في حياتي راجل بيقول على مراته كده. هي ما شاء الله معايا يعني، كانت معايا في الزيارة دي. لا ده هي ست بسيطة بتتكلم، زوجته توفت والراجل عاوز وأوعد ووعد إن هو هيعمل له هيعمل لها أكتر من بير، وهيعمل لها معانا صك نخل، وهيعمل لها معانا حاجات كتير لما شاف الناس. الوفاء. الوفاء. أنا بصراحة أنا أشعرت، أنا بوست راسه. الست البسيطة هتيجي في تقرير من التقارير وهي بتقول له انا ما شفتش راجل بيتصدق لزوجته كده. انا عايز اشوف التقرير بقى ارجوكم. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معانا.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الفيران بتنزل علينا مثلا، واحنا حاطين الاكل بننزل الاكل التاكل من الفيران، وما عندناش ميه طبعا، بملى من عند الجيران ومسافه بعيده في الجردل كده ودخلوا عندنا هنا، ولا عندها ميه ولا عندها نور ولا عندها سقف، خايفه على عيالها لحاجه تنزل بالليل تقرصهم، الام بتبكي. والله ربنا اللي يعلم، يعني شايف القعده وشايف المنظر اللي الناس قاعده فيه وكده يعني، ومعايا عيال صغيره برضو. أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة، أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة. هي العرشة زي ما أنت شايف يعني بتنزل منها حشرات وكده، بقول يا رب، بقول يا رب يا رب يرزقنا بناس أهل خير كده يصلحونا ويجيبولنا عدد مية ولا يجيبولنا حاجة اللي يقدروا علي. أكيد طبعا يعني أنا عندي أغلى منهم حاجة. الدموع دي غالية عند ربنا، فإذا كانت الدموع دي غالية عند ربنا وغالية عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد ان تكون الدموع دي غالية عندك انت الآخر. زي ما انتوا شايفين كده بطلع اجيب الحبة المية نشرب بيهم، حتى ما بيهمش علينا نغسل منهم الجلابية اللي هنلبسها. الحمد لله بنشيل المية هودي وبتنا زي ما انتوا شايفين، والفيران قلب حنا، والله والله الفيران قلب حالنا وحال فرشتنا وحال هدومنا، عشان والله يعني والله الفيران ما عارفين نحط حتى هدمة نلبسها، ما عارفين نحط لقمة ناكلها. الفيران قربت تاكل معانا على الأكل اللي احنا على الصينية اللي بناكل عليها. تعبت والله، تعبت لدرجة ان انا عملت عمليات في عينيا الاثنين. بقول يا رب، بقول يا رب يا رب يرزقنا بناس اهل خير كده يصلحونا ويجيبولنا عدد ميه ولا يجيبولنا حاجه اللي يقدر علي. اكيد طبعا يعني انا عندي اغلى منهم حاجه. ولما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول سرور تدخله، هناك مفهوم مخالفه، يبقى هذا كان في حاله حزن، وهذا كان في حاله ضعف، وهذا كان في حاله جوع، فمن فرج عن هؤلاء هذه الكربات في الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. مطلوب ايه؟ تقول لك الفيران هات شويه تنسى تاكل معانا. حق ربنا هياخده هياخده. حق ربنا في المال هياخده هياخده. هياخده بقى الدكاتره تلف عليها انت واولادك. هياخده لا اما خبطه عربيه تروح تدفع قد كده. هياخده لا اما يجي لك مشاكل في البيت انت لسه موضبه. طلعوا حق ربنا. يا اما ياخده جبر خاطر ومسح دموع وطبطب على الناس اللي راضينا بيه بقى. استاذ انا التقرير ده يعني التقرير ده يا ريت يعني الناس تعيده تاني تالت. الدموع الصادقه بتاع الاخت اللي كانت لابسه القمر دي عندها ما عندهاش حاجه خالص يعني، انت يمكن الكاميرا ما ينفعش تجيب اللي هو موجود، بس الدموع بتاعتها دي اثرت فينا، واعتقد ان هي هتاثر جامد جامد قوي في القلوب الطيبه، في القلوب الصادقه، في القلوب المخلصه. كلنا محتاجين بالله عليك تمسحوا دموعها. انا مش هقول لك امسح دموعها عشان تلاقي اللي يمسح دموعك. احنا طالبين، احنا في المؤسسه احنا عندنا حاجات كتيره، بس خلينا نتكلم في الميه وفي الحاجات الاساسيه. وصلت الميه ب 3000. البير محتاجين ابار كتير جدا، احنا لسه قدامنا شوط كبير جدا، محتاجين البير ب 30000 او السهم فيه ب 5000. احنا ممكن نقسمه اسهم او نعمل شير زي ما حضرتك قلتي في الخير. تسقيف المنازل، ولازم نقف عند ده قوي. الحاجه قالت ان الفيران بتاكل معاهم فعلا يعني، وغير ان هي عندها مشاكل صحيه من الحشرات والحاجات دي كلها. فربنا يبارك لك، طبطب عليها وامسح دموعها. تسقيف المنزل ب 5000، تسقيف المسجد ب 5000، او باي حاجه ماديه او معنويه تقدر تساعد بيها. بالله عليك طبطب على قلوبهم عشان ربنا يطبطب عليك. تقي مصارع السوء، والدمعه دي لو مسحتها ربنا مش هيخليك، لا يذلك لحد ولا يخليك تدمع قدام حد ابدا. ما نورتيني وشرفتيني شيخ احمد. نورك يا استاذه، شرف ليا. ربنا يبارك فيك. اللقاء الجميل بيدخل. ربنا يبارك فيك يا استاذه، ده من ذوق حضرتك. ربنا يبارك فيك. حلقتي لسه ما خلصتش، اوعوا تروحوا في اي حته، ابقوا معانا. الدنيا حر، ما حدش يستحمل حاجه. طيب
بزعل قوي 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 من كلمة البنت دي حلوة قوي بس تخينة. لو خست كلمة دي كفيلة توقف الواحد مكانه ما تحركوش. بزعل قوي قوي من زوج ماشي مع مراته في بيشتري حاجة من المحلات في اي مناسبة، ما لبس هدوم صيفي لبس هدوم شتوي اي مكان، عندنا فرح عندنا عيد. بستغرب جدا لما بيجي يقولها انا تعبت من اللف بقى، انت مفيش حاجة جاية فيكي، دي كلام بيزعل. هنتعامل ازاي نهال مع الزعل ده؟ مش هتخلي الناس ولا احنا نملك نقول للناس تعاملنا ازاي، لكن نملك انفسنا، نملك نرضى ايه لنفسنا ولا ما نرضاش ايه، نملك ان نطبطب على نفسنا ونقول لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنلف ونرجع وهنتحدى كل حاجة وحشة احنا فيها، هنتحدى ظروف صعبة، هنتحدى تعب، هنتحدى اي حاجة. انا هحط مشروع اللي انا ارجع لنفسي ده اهم حاجه في اهتماماتي. لما عريس يبقى ابن ناس قوي وابن حلال قوي وراح يتقدم لعروسه تقول لك ده تخين، يا سلام هات الرفيع. صح بتتقال كتير طبعا، يشوف الرفيع بقى يا رب بس تعيش وتتهنى كده. بس الكلام ده بيوجعني يعني، لما بسمعه كده بستغرب قوي يعني، وانت قلته ازاي؟ ازاي قلتي؟ احنا ما بنخلاش عامة من التنمر في كل حاجة، مش بس في السمنة يعني، احنا عامة في التنمر في الحياة عامة، تنمر بقى في الشكل في السمنة في الطول في الوزن كل الحاجات دي كلها. طب احنا النهاردة جايين بكورس بقى البوكس السحري، بيبعتلك يا سندس اللي انا محتاجة اخس جوزي متضايق، اه طبعا محتاجة اخس خطيبي مامته عمالة تعلق ان انا مليانة، محتاجة اخس عايزة احمل لان عندي تكيسات مبيض، الحاجات دي اكيد بتجيلك اكتر مني. انا كان عندي حاله من الحالات كانت بتكلمني مامه الحاله بتقولي انا ابني بيدعي على نفسه كل يوم عشان خاطر الوزن، عشان زياده في الوزن. دي من اصعب الحالات اللي ممكن تكون مرت بالنسبه لي. كان رافض حتى ان هو يخس، يعني فكره ان انا اخس كان رافضها، خلاص انا جربت كل الحلول فما عنديش حل. يعني اتكلمت ان احنا نتحايل عليه شويه، اتحايلنا عليه شويه صاحبناه، ما احنا عندنا فريق طبي طبعا، حاول اكتر من حد يتكلم معاه واقنعه ان هو يجرب ودي اخر مره واخر تجربه. لحد كام سنه؟ كان حوالي 16 سنه. بس لسه صغير، في سن يعني السن ده صعب السيطره عليه. بالظبط كده، فخلاص احنا خرجنا عن نطاق ان هو وصل لمرحله ان هي بتقول لي انا بيصعب عليا ان هو بيدعي على نفسه كل يوم. بيقول ايه بقى؟ يا رب خدني عشان انا مش قادر ان انا اكمل، ما بيقدرش يعمل دايت، مش قادر امشي على نظام معين. طبعا التنمر شيء فظيع جدا، سواء بقى في المدارس الدروس النادي كل الحاجات دي بيبقى فيها تنمر فبتبقى صعبه جدا. طيب ممكن يبتدوا، ممكن الناس اللي بتعاني من المشكله دي، ودي معاناه حقيقيه، اصل الواحد لما بيزعل على نفسه دي حاجه صعبه قوي، دي حقيقه، ممكن يبتدوا ينجحوا؟ طبعا. قولي لي النهارده انا جايه بالبوكس السحري. قولي. اللي بينزف الدهون كلها هو الاناسيليوم. ده ضمن حاجات كتير جدا. طبعا ممكن نخس في وقت كويس جدا، ممكن نبتدي وننجح، لان مفيش حاجه بتحصل ومعهاش سبب، او مفيش حاجه هتحصل لنا مش هنقدر يبقى ليها حل، بالعكس كل مشكله وليها حل. فالسمنه عندنا دلوقتي مشكله او مرض، وكل مرض وليه دواء. فأنا دلوقتي بتكلم على حاجات طبيعية 100% بالنسبة إن إحنا عندنا أطفال، فأنسب حاجة معايا دلوقتي إن أنا أتعامل بحاجات طبيعية بدل ما أدخل نفسي في مخاطر بقى عمليات. ناس كتير بتعمل عمليات تكميم، بس مش أنسب حاجة. ما بقولش إن هي مش هي، في ناس ما بتخاف من الجراحة جدا، في ناس ضغطها مش مظبوط أبدا عشان البنج، وفي ناس بالفعل بتخاف من البنج، أنا واحدة من الناس بخاف من البنج جدا. ومش هخاطر، معلش انا لو عندي بيبي صغيره يعني طفل صغير وعنده سمنه، وسمنه ليها عوامل كتير سواء بقى الاكل او عوامل وراثيه، فبالتالي انا مش هقدر ان انا اخاطر بيهم بحيث ان انا ادخلهم عمليات او يعملوا عمليه او اي حاجه من الحاجات. صح. دي فبالتالي انا بلجا لحاجه بديل، يعني المحاوله دي بديل التكميم. الاناسيليوم عامه هو انا دايما بقول عليه رقم واحد في مصر. احكي لي بقى. اول حاجه ان هو موثق من وزاره الصحه المصريه. انا بنصح اي ام واي حد بياخد اي حاجه سواء اعشاب طبيعيه او ادويه يكون متاكد تماما ان هي موثقه من وزاره الصحه المصريه. دي اول حاجه. تاني حاجه انا معايا الاناسيليوم بيسد معايا الشهيه
كلها أعشاب طبيعية. أول حاجة في قشور السليم دي طبعا رهيبة جدا في سد الشهية، كلها ألياف طبيعية. معايا طبعا في الأناسيليم ألياف التوت، ألياف الأناناس، ألياف التفاح، كلها أعشاب طبيعية، فبتقدر إن هي تملالي الشهية بتاعتي. بحس بالشبع من 7 لـ 8 ساعات، أنا مش جعانة، حاسة بالشبع. مش أنا مثلا ماشية على نظام دايت معين، عامة بقول إن أول ما بنبتدي نسمع كلمة دايت مخنا بيعكس على طول. صح، اللي هو في ناس اللي هي من غير ما تبتدي اكلها قليل، او ما تبتدي تبوظ تيجي بعد اليومين تاكل اكتر. لا اله الا الله، ما انت بقالك شهرين ماشي باكل قليل، عشان احنا مانعين نفسنا ودايما ممنوع مرغوب. فانا طول ما انا مانعه نفسي هلجا للحاجات اللي انا عايزاها. هو مرخص من وزاره الصحه؟ طبعا هو مرخص. معنى الترخيص انه امن. بالظبط كده، هو الكورس بالكامل مرخص من وزاره الصحه. طبعا قلت لك ان الأناسيليم بيكون بديل لعمليه بالون المعده، لانه اول حاجه بيسد معانا الشهيه، تاني حاجه هو بيرفع لي معدل الحرق 4 أضعاف الحرق الطبيعي، يعني اكني مشيت 2.5 ساعات على مدار اليوم. ما شاء الله. في ناس كتير قوي بحكم شغلها مش قادره اتحرك، مش قادره اروح جيم، مثلا بيوت العيله مرتبطه باطفال، ما فيش وقت. فبالتالي انا محتاجه بديل، انا طول الوقت بدور على البدائل اللي هي اصلا المفروض اعملها عشان انزل في الوزن. فالأناسيليم بيرفع لي معدل الحرق 4 أضعاف الحرق الطبيعي. خلاص انا كده حليت فكره. طب لو واحده لسه جايبه بيبي وما بقالها شهور، امن ليها؟ طبعا امن، لان الكورس بالكامل عشان طبعا بترضع. انا بديه من الاطفال، اكيد هدي اللي بترضع. يعني هو انا ببدا الاطفال من اول سن 12 سنه، فبيكون امن معايا ان هم ينزلوا في الوزن عادي، اعشاب طبيعيه، ما فيهاش اي مواد كيميائيه خالص، فبالتالي ما فيش اي اعراض جانبيه. جاهزه؟ جاهزه. ندخل في الحلقه؟ يلا، الدنيا حر بيني وبينك وانا فطسانه، فتعالوا التكييف شويه. بصي النبي يا كريم، انا عايزه اقول لك لحظه صعبه قوي بتحس بيها اي بنت واي ست. دي حقيقه. هي لما بننزل نقرر ندخل نجيب هدوم جديدة. بالظبط. عندنا أي حاجة، عندنا مناسبة، ناقصنا الهدوم، حاجتنا باظت عايزين غيرها، بيصعب علينا نفساوها قوي لو لقيت مقاسها كبر أو لو ما لقيتوش. بالظبط كده. الأزمة دي ممكن تبقى إيجابية، ممكن تبقى سلبية. إيجابية تقول لك لا أنا هقطع أكل، أنا هبطل الكربوهيدرات، انا اللي سكر، لا 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 انا بس انا بستهبل. وممكن تبقى سلبيه تلاقيها فتحت معاها بقى. دي حقيقه. انتوا بتتعاملوا مع المشاكل دي ازاي؟ بس احنا بنتعامل معاهم الاول، خليني اقول لك ان بنصاحبهم، والمصاحبه هنا كويسه جدا، يعني المتابعه اهم شيء. انت جميله قوي يا سندس، انت احلى. والله العظيم هي تحسوها كده نفسها طويل، ده مهم. تقول لك اتحيلنا وحيلنا في الشخص اللي عنده 16 سنه، لان هي مدركه من ما هو كل واحد ليه شغله يا جماعه، عنده مقتنعات معينه، هي مدركه ان هو في مشكله حقيقيه. اقتناعاتها الداخليه لا، انت في مشكله حقيقيه. فهمت؟ فده يعني انا بحييكي عليه. ربنا يخليك. انا برضو مش عايزه الناس تفقد الامل، اللي هو انا مثلا نزلت زدت في الوزن كتير، فانا خلاص فقدت الامل ان انا ما فيش نتيجه ان انا اخس، جربت حاجات كتير قوي فمش هخس. لا بالعكس، انا عايزه الناس كلها يبقى عندها امل ان هي ترجع تاني وتنزل تاني في الوزن، ونثبت الوزن ونثبت على حاجه معينه، لان انا في يوم من الايام كنت من الناس دي، فعشان كده بالي طويل معاهم. برافو عليكي، يعني انت خاسه كتير. دي حقيقه. خاسه كام كيلو يا سندس؟ حاسه خاسه حوالي 25 كيلو. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي. انا كان سني صغير شويه، ومريت برضو بحته التنمر، وابتديت ان هو لا انا خلاص ما عنديش امل، خاصه ان البيت عندنا كله يعني احجام صغيره قوي. يعني اسلموا اجسامهم سلم فت. جدا. الا انت اللي كنت مليانه. كنت بتضايق جدا، يعني التنمر كان بيحصل من جوه بيتي من غير ما ياخدوا بالهم. في ناس ممكن تتنمر عليكي من غير ما تاخد بالها. بهزار. بهزار، بس الهزار ده كان بيضايق. كده الحاجات اللي احنا بنقولها دي وفعلا بتضايق. ايوه طبعا. اسم الله عليكي، ما شاء الله عليكي، بياخدوا من جمالك. ربنا يخليك. طيب من تجربتك دي تقولي لهم ايه؟ انا عايزه اقول للناس تخلي عندها امل، الكورس كويس جدا بجد. ان انا مش بس اقف حته ان انا زدت في الوزن فانا ارجع لا اكل واتخن واقعد، لا خالص، انا اجرب مره واثنين وثلاثه، مره فشلت الثانيه هنجح، مفيش مشكله خالص، كل مره صح. بتعلم حاجه جديده. انا نفسي اسقف لك. ربنا يخليك. مره فشلت الثانيه هتنجح، ده مبدئي في الحياه. فشلت المره دي
بس ما بطلش محاولة. حاول تاني، فشلت تاني هحاول تاني. أنا عندي كل تكرار تجربة اسمه تاني بالظبط، مش تالت مش رابع، ما بسميهاش. برافو عليكي. طيب اتصلت عليكي واحدة بتقولك أنا عندي فرح، خطوبتي بركولي، أنا اتخطبت ومحتاجة أخس، عايزة ألبس فستان حلو وإخواتي كلهم رفيعين. وقدامك قد إيه؟ شهرين، شهر ونص. ده كويس جدا. بس انا عايزه اقول لك ان كورس الشهرين، يعني اتكلم عن ان هي قدامها شهرين، كورس الشهرين بينزلنا من 20 ل 25 كيلو. فدي طب حلوه قوي، يعني انا بنزل وزن كبير جدا في وقت قليل جدا. فانا برضو لما بتصل عندي حد الاول باخد الحاله الصحيه، احنا عندنا فريق طبي طبعا كلهم دكاتره يا اما اخصائيات تغذيه، بيقدروا ياخدوا الحاله اللي هو حالتك الصحيه، طول الوزن، الوقت اللي انت محتاجه تنزلي فيه، كل الحاجات دي انا زي ما قلت لك بنصاحبهم تماما. انت قلتي 16 سنه وممكن ياخد الكورس من اول 12 سنه. من 12 سنه ممكن ايمن طبعا يقدروا ياخدوا الكورس من 12 سنه لحد 85 سنه. طب اصحاب الامراض المزمنه يقدروا ياخدوا معانا الكورس، مفيش اي مشكله خالص. ضغط وسكر، ضغط وسكر وقلب، يعني مفيش اي مشكله خالص. الكورس بالكامل اعشاب طبيعيه، فما فيهوش اي مواد كيميكالز، بالتالي ما فيهوش اي سايد افكت. في ادويه بتعالي الضغط؟ تلعب في الضغط عامه. انتوا عاملين ايه؟ لا انا قلت لك من البدايه اعشاب طبيعيه، هي كلها اعشاب طبيعيه. انا معايا الاناسيليوم مكون كله من اعشاب طبيعيه، فبالتالي انا ما عنديش اي حاجه تلعب على ضغط ولا تلعب مثلا على المخ. في حاجات كتير قوي بتلعب على بقى دي فيها قبل وبعد، افطر وبيفور. شوفوا الجميل، 85 كيلو ده وزن اهو، خس 20 كيلو في شهرين. بيقولوا لكم ايه ما بيخس؟ بيبقوا طايرين من الفرح. ازاي؟ احكي لي. يعني بيكلمونا انا خسيت مثلا، انا خسيت، احنا بنتابع اسبوعيا بقى، يعني اللي هو كل اسبوع عايز اطمن احنا نزلنا قد ايه. اسباب النجاح المتابعه. طبعا. طبعا احنا خسينا، احنا نزلنا مثلا نزلت 5 كيلو الاسبوع ده. ممكن حد يقول لي ده انا لخبطت وكلت وبرضك نزلت، انا ما بمشيش على نظام دايت خالص وانا نزلت. من 65، من 95 ل 65 ما شاء الله، ب 30 كيلو. 30 كيلو في 3 شهور ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. مع ان كورس 3 شهور بينزل من 35 ل 40، بس هي خلاص قالت ان مش عايزه انزل اكتر من كده. يعني احنا برضو بنحدد معاها الليمت اللي هي عايزاه عشان برضو يبقى هي راضيه عن نفسها جدا. بالظبط. 107 ل 95، 12 كيلو في شهر ونص. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والوقفه الحلوه دي؟ بيرجع لهم ثقة في نفسهم أصلا، مجرد ما بننزل في الوزن الثقة بترجع. لو كنا بنلبس بقى هدوم غوامق فبنبتدي إن احنا اسود في اسود وكحلي في كحلي، مصان طويلة جدا للأرض، دي حقيقة. يعني بيبقى في موديلات فوق الركبة ما يرضوش بيها. بالظبط، يعني رجليهم كمان مليانة. طيب دي صفحتكم كورس الأناسيليوم دايت لايف. في صفحة كمان وان دايت، وان دايت، صفحة وان دايت دي البيج التانية. تقدروا تبعتلهم لهم كل حاجة عن كل حاجة بتضايقكم في مشواركم اللي بتعيشوه ده، صحتكم، ضغط سكر، حالتكم الصحية شكلها ايه. يعني اهلا، مساء الخير أينور وستفاني. هال ازيك يا حبيبتي؟ انا اتصلت معاكي يا روح قلبي، منوراني. قولي مشكلتك. يلا يا نهل. حاضر. انا وزني 110 كيلو تمام، طولي 160، عندي طبعا سمنه مفرطه ومحتاجه ست. اكتر حاجه بتضايقك في جسمك ايه؟ البطن، منطقه البطن. بصي مش قادره اقول لك، لدرجه ان كل اللي يشوفني يقول ان انا حامل وانا مش حامل ولا اي حاجه. كام سنه؟ انا عندي 37. طيب يا حبيبتي سامعه طبعا. يعني يا ريت يا ريت لو عندكم حل ردي عليها طمنيني. أيوة طبعا عندنا حل. هي الاوفر ويت هنا 50 كيلو بس. احنا دايما بنقول الدهون البطن دي دهون عنيده، فمش بتنزل بسهوله زي مثلا شيت الجسم بالكامل. بالنسبه لبرضك ان احنا معديين سن ال 30 بيبقى معدل الحرق بطيء شويه. هزعل منك. لا 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 هزعل منك يا فندم كده. انا بتكلم على معدل الحرق مش على السن. في وشنا كده. لا خالص، انا بتكلم على معدل الحرق. فالاناسيليوم بيكون كويس جدا للناس اللي معديه مثلا سن ال 30 عشان معدل الحرق بيكون بطيء. طبيعي جدا. فبالتالي بيعلي معايا معدل الحرق، بيبقى معايا حاجه اسمها الماجيك بوكس، ده بيساعد على حرق الدهون الموضعيه
اللي هي بقى منطقه البطن، الجناب، الارداف، كل الحاجات دي تقدر تنزل من خلال الماجيك بوكس، لانه بيحتوي طبعا على القهوه الخضراء وعلى الجارسينيا. يعني في خلال شهر تخس قد ايه؟ في خلال شهر بنخس من 12 ل 15 كيلو. وهي 37 سنه. اهو ما شاء الله. طيب تعالي اتكلم انا وانتي. اتفضلي. في اجسام في الجسم بتضايق، يعني بنروح نشتري بوت في الشتاء، هي اسلم حل ليها البوت. الشوز اللي بنلبسها بنك كده بوت، انت فاهمه؟ في واحده رجلها مليانه قوي ورجلها صغير من كف رجلها صغير، فتيجي تجيب البوت هي مقاسها من تحت مثلا 37 لكن من فوق تلبس 40 41. في حل؟ اه طبعا في. انا اتكلمت معاكي على الماجيك بوكس اللي هو بيساعد منطقه السمانه اللي تحت الركب. اه طبعا دي مهمه برضو، بتضايق الستات جدا والرجاله على فكره، بس هم ما بيلبسوش بوتات، بيلبسوا بنطيل سليم فبتضايقهم. انا دايما بقول ان الماجيك بوكس يعني بيحرق لي الدهون الموضعيه. الدهون الموضعيه دي اللي هي مثلا الجزء السفلي او الدهون العنيده عامه اللي مهما خسيت مش بتنزل معايا. اه فانا الماجيك بوكس كويس جدا لحرق الدهون العنيده دي، لان هو اوريدي بيخش على الاماكن اللي فيها دهون وبيفتتها معايا، وكمان هو في قلبي التوت البري، التوت البري ده بيحرق برضك معايا رهيب 4 اضعاف، فبيعليه معدل الحرق بيبتدي يحرق معايا بيبقى كويس جدا. فانا بالتالي لا، الماجيك بوكس بنصح بيه دايما الناس اللي عندها دهون موضعيه. عايزه البيتجي تاني؟ قولوا لي البيتجي تاني؟ عندكم اوفر النهارده؟ اه طبعا. قولوا لنا الاوفر. احنا عاملين البيتجي تاني، دي البيتجي الاولى كرسي الان سلام، ودي طبعا بيجي بتاعتهم، يعني هم متاحين 24 ساعه. الدايت لايف دي البيجي الثانيه. مهم جدا ان احنا يا جماعه زي ما بنهتم بحاجات كتير في حياتنا نهتم بصحتنا. الم الظهر، الم المفاصل، الم الايدين لما تيجي تشيلي حاجه وتحسي ان انت متالمه، المك انت ده صعب، او الم الراجل حتى لما يطلع طلع الدور الثاني وينهج، دي رخمه قوي. في ناس بتشتكي ان هي نايمه مش قادره تنفس. امراض كتير زي تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر في الدم، كل الحاجات دي بتيجي من السمنه، وطبعا في سمنه وراثيه، فببقى محتاجه ان انا اعرف الحاله اللي معايا ايه عشان اقدر اديها الكورس المناسب معاها. محتاجه اعرف كل تفصيله، الدهون متمركزه في الجسم فين بالظبط، اللايف ستايل بتاع الاكل ماشيينه ازاي، بحيث ان انا اشوف محتاجه حاجه لسد الشهيه ولا لا، بعرف كل التفاصيل. زي ما قلت لك في البدايه ان احنا بنصاحبهم. اوفر ايه؟ احنا عاملين خصم 75% على كورس 3 شهور. خصية في الصيف اسهل ولا في الشتاء؟ استني هرجع لك سؤال. هاخد الاول مدام هنا. مساء الورد. مساء العسل يا دكتور. مساء الجمال. تسلمي يا قمر. انا مستحي يا حبيبتي. انت كام كيلو؟ اجيب لك حاجه حلوه كده واجي ابص يا رب. انت يا قمر وانا بحبك وبتشجعك في كل حاجه، فنستخفى تجربه مضايقه. قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حصل، احكي لي كده تجربتك. انا وزني 95 وطولي 162. الجناب والبطن هو انا استخفت منه. حاضر اقفلي. وما عنديش اي حاجه. اتفضلي يا مدام هاني. عايزه تخس. هي عندها اوفر ويت حوالي 33 كيلو، فانا بنصحها بكورس 3 شهور بيكون كويس جدا، بيخسسنا من 35 ل 40 كيلو. هقدر ان انا طبعا تكلمني هعرف الحاله الصحيه بتاعتها بالكامل، هديها كورس 3 شهور هناخد فيه الاناسيليم اللي هيسد معانا الشهيه ويرفع لي معدل الحرق، وطبعا هناخد الماجيك بوكس بحيث ان احنا محتاجين نحرق الدهون لو في دهون موضعيه، وشيت الجسم بالكامل. معايا حاجه تانية اسمها الفينيل، بحيث ان انا بقى خلاص خسيت في الوزن وتمام. ان احنا لما بنخس في الوزن بننزل شيت الجسم حته واحده، فانا عايزه اعمل تقسيمات بقى. برافو عليكي. نخس ونخلي شكلنا كويس، فالفينيل كويس برضك معايا ان هو بيعمل لي تقسيمه في الجسم او بينحت لي القوام، فبحس ان انا بنحط القوام فبيبقى في تقسيمات في الجسم وبيثبت معايا الوزن، ودي اهم بقى حاجه عندي. نزلت في الوزن بقى شكلي كويس، فانا بالتالي عايزه بقى اثبت الوزن عشان ما ارجعش مره ثانيه. فكره اللي بحبها دي يا سندس، يمكن عمري ما قلتها لحد بس انا حبيتك. ربنا يخليك بجد. ريفيوهات بحب الفكره دي جدا. ليه بقى؟ لان كده بتحسي ان في واحد عمل حاجه بجد. انا هنا بحس ان انا اللي عملت حاجه بجد. يا حبيبتي العفو يا فندم. وبعت لها هارت كمان مساء الخير، انا ابتديت اخد الكورس من 11 يوم بالظبط، خسيت في يوم 5 كيلو، وحقيقي مش مصدقه نفسي من الرقم الكبير اللي نزلته في وقت قليل، واول مره اصدق اي اعلان يخص التخسيس، بس معاملتي معاكم وبعد تجربتي الرائعه
فاخد الكورس. شكرا من كل قلبي حقيقي. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. ريفيو تاني كاتبه تقول كده خسينا 5 كيلو في اسبوع صح؟ قالت لها ايوه. حلو ولا ايه؟ ده بتسال 5 كيلو في اسبوع حلو ولا ايه؟ يعني انا كده كويسه ولا انا مش تمام؟ اه حلو جدا، الاسبوع اللي جاي نحاول يبقى اكتر. بس برافو عليكي بجد، ايه الجمال ده؟ كانت 75 بقت 70. اهي صاحبه الصوره. قبل وبعد اول شهر ما شاء الله، جدع والله برافو عليكي. شكرا ليكي يا دكتور. انا ما كنتش اتوقع ده بجد والله. شفتوا الجمال؟ انا بحب الكلام ده قوي. زي اي رساله شكر بنبعتها لاي دكتور جاب معانا نتيجه. دي حقيقه. دكتور مثلا طمنك على نفسك، دكتور كان عندك حاجه تعباكي، كوليسترول عالي، دهون ثلاثيه، انزيمات كبد، وظايف الكلى. لازم يا جماعه نخلي بالنا من نفسنا، دي كلها سمنه وبتبقى صعبه قوي 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 قوي. فيجي دكتور تتابعي معاه كان بطنك بتوجعك جدا تقولي شكرا قوي يا دكتور انت عشان خفيت. ببقى بسطت خلاص بالحاجه اوريدي اللي انا عملتها. وكمان احنا بنصاحبهم لدرجه ان احنا بنخش في حياتهم الشخصيه، يعني المصاحبه معانا بس مش في الكورس، احنا بنخش في حياتهم فعلا بيدخلوا صح. والكورس زي ما قلت لحضرتك يبقى انتوا جمال قوي على فكره. ربنا يخليك. لان انا يعني الناس اللي بتتابع معاك لو دخلت حياتك يبقى انت خلاص اصبحت واثق فيهم جدا. بالظبط، احنا لازم نكون في حياتهم لان هم جزء من حياتنا واحنا جزء من حياتهم، لحد ما خلاص نبقى تمام عملنا كل اللي علينا ونبقى ثبتنا الوزن والناس راضيه عن نفسها كده، فخلاص دورنا هنا بينتهي. حد بيقول لي يا نهال يا نهال. نعم يا نعم. وانت ممكن تاخدي كورس انا سالي مين دي اللي ممكن؟ انا باخد كل حاجه. حضرتك انا بالذات حضرتك بحكم الشغل بتاعي وبحكم حياتي وبحكم حاجات كتير قوي انا بتبقى حكماني، حاجات بلبسها في ودني بحطها حوالين وسطي، فلازم بجري بزيد زي اي ست، زي اي ست بتسمعني واي بنت بتشوفني. في اكل طبعا بيزودني، وساعات بمر بظروف نفسيه تزعلني طبعا. كل الناس بتاخد كل حاجه. انا عايزه اقول لكم النجوم اللي على انستجرام اللي انتوا قاعدين قدام الفيسبوك وعلى انستجرام والسوشيال ميديا بتدوروا وبتقعدوا تشوفوهم بيعملوا كل اللي انتوا تتخيلوه وما تتخيلوهوش. صح؟ دي حقيقه. دي حقيقه. لان ده مجهود. مجهود. أنا ببقى محتاجه ان انا ماليش علاقه بقى هم نجوم او مش نجوم، انا محتاجه لنفسي. طبعا. شخصيتي انا. فشخصيتي انا بتحكم عليا بايه وشكلي عامل ازاي، وانا هبقى راضي عن نفسي باني طريقه. فعشان اكون راضي عن نفسي لازم احقق اللي انا عايزاه، مش عشان فشلت مره يبقى خلاص الدنيا وقفت. لا بالعكس، الدنيا ما وقفتش من مره واحده. الرياضه عامله ايه مع الكورس؟ كويسه جدا طبعا. انا بقول حتى لو الناس ما عندهاش وقت فهو الكورس كفيل لوحده ان هو يخسسني في الوزن. طب طبعا احنا لو بنلعب رياضه فاحنا نضرب دبل، يعني احنا كده 4 اضعاف، لا خليناهم 8 اضعاف. فبتكون كويسه جدا. وبعدين الرياضه كويسه جدا عامه للناس، الحاله النفسيه كمان. اه دي حقيقه. طيب في بعض الحاجات بناخدها بتعصبنا. تلاقي نفسك صوتك عالي، مش صابره على الولاد في البيت، متضايقه، مشدوده، بتعطشي كتير. قولي لي كده. عشان دي بتبقى يعني سوري اعلانات مروجه اول حاجه، تاني حاجه بيبقى في قلبها مواد كيميكالز كتير زي الحاجات اللي بتلعب على المخ. فانا الكورس بتاعي ما فيهوش اي حاجه خالص ان هي تلعب على المخ او تخليني متعصبه او مواد كيميكالز عامه يبقى في اي سايد افكت ليها من اي ناحيه. هو الكورس تمام ما لهوش اي سايد افكت، فبالتالي مش هحس بكل الحاجات دي. احكي لي بقى مكونات الكورس تاني. تمام، احنا قلنا ان احنا بناخد الاناسيليم بيسد معايا الشهيه، وبناخد الماجيك بوكس، وبناخد الفينيل، ومعايا بقى هدايا كمان مع الكورس، كريم الترهلات. لان اول ما نزيد في الوزن بيحصل معانا ترهلات او علامات التمدد اللي هي الخطوط البيضاء او الحمراء، فانا محتاجه ان شكل الجسم برضك يكون كويس، فكريم الترهلات بيكون كويس. خدي بالك الكريمات دي بتجيب نتيجه. اه طبعا بتجيب نتيجه. انا عايزه اقول لك ان هم بيطلبوها لوحدها. يعني ممكن ناس تكون نزلت في الوزن عامه بس لسه علامات التمدد موجوده في الجسم فبيطلبوها لوحدها. تاني حاجه معايا الفيتامين، نبتدي ننزل في الوزن هنبتدي بقى ان احنا كل الفيتامين والمعادن والمغنيسيوم اللي في الجسم هتنزل مع الدهون، فانا محتاجه ان انا اعوضها مره ثانيه فبدي فيتامين. طبعا عشان ما احسش ان شعري بيقع، الضوافر بتتكسر، تحسي بدوخه، كل ده انا مش عايزه انك تحسي بيه. يا نهى مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا نهى. كنت عايزه اقول للدكتور ان انا يعني محتاجه اخف ووزني 95 دلوقتي.
تمام. طولي 165، عندي اوفر ويت بس في منطقه البطن. كله بطن. كله بطن. كله بطن فظيعه جدا لدرجه ان اللي بيشوفني بيقول لي انت حامل انت حامل، فالصراحه زهقت. شكرا يا نهى، شكرا. طيب هتلاقي نفس المشكله اللي فاتت، عشان احنا اغلبيتنا بيبقى طريقتنا واحده، يعني مثلا اغلبيه الناس يا اما بتشتغل مثلا على مكاتب، يا اما او خاصه البنات يا اما قاعده في البيت فما فيش حركه كتير، كل الحاجات دي بتسبب منطقه البطن. فمثلا الرجاله كتير قوي اللي بيسوقوا قاعدين على مكتب، فانا بتخن منطقه البطن، ودي الدهون العنيده، اي ممكن مثلا يكون الحرق بتاعي كويس جدا ولو عملت دايت هنزل، بس منطقه البطن ما بتنزلش معايا، الدهون كلها متمركزه في منطقه البطن، فانا ببتدي ان انا العب على حته منطقه البطن دي، الماجيك بوكس ينهي لي البطن تماما. العرض كمان مره؟ تمام. يبقى احنا معانا الكورس الثلاث شهور بيكون ضامن من الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل وكريم الترهلات زي ما احنا قلنا والفيتامينات وكريم البشره. طيب تعالى لو انت نعمل محاوله دلوقتي. تمام. الارقام ظهرت على الشاشه. حد مسك التليفون وقرر هو ياخد الخطوه ولا لا؟ انا هخس. تمام. انا قررت اخس. اتصل عليكم، المحادثه شكلها ايه؟ اول حاجه طبعا بنتعرف عليه، بشوف الحاله الصحيه، بعرف طوله وزنه، لو بنعاني من اي امراض مزمنه، على حسب طبعا الامراض المزمنه بسال على الادويه اللي بناخدها، من خلالها مثلا بحسب الاوفر ويت اللي موجود في الجسم، طيب الدهون دي متمركزه في اني منطقه في الجسم بشوفها، كل ده بكتبه عندي بقى، يعني انا بكون بكلمك وانا بكتب كل حاجه بتقوليها بالتفصيل. بعد كده بشوف مثلا اللايف ستايل بتاع الاكل ماشيه ازاي، اللايف ستايل بتاع اليوم عامه، بننزل ما بننزلش، الشغل طبيعته ايه، كل الحاجات دي، وببتدي من هنا بقى احط الكورس اللي هيتناسب معايا. طيب خلاص اخدنا الكورس، يعني خلاص اوريدي حجزنا الكورس، ببتدي بقى اتابع واتواصل معاه، بيكون عندنا واتساب لو هو حابب يتابع واتساب، تمام. حابب ان احنا نتابع في التليفون ما عنديش اي مشكله، بس بنسجل الارقام وبنبتدي نتابع، بيوصل الكورس طبعا التوصيل والمتابعه مجانا. طيب يلا بينا نشوف البيجات مره ثانيه. دي البيج كرسي الاناسيليوم، ده البيج بتاعت بيج الثانيه وان دايت. الاوفر مره كمان يا سمنوس بعد اذنك، احنا عاملين خصم عشان انا يعني بعاني فعلا، الاوفر ده لما بتبقى في ناس بتبقى معايا بفرح قوي، لما بتبقوا انتم مقدرين جمهور البرنامج ده وبتعملوا لهم الاوفر الكبير ده. احنا عاملين خصم 75% على الثلاث شهور، يعني هيقدر ياخد كورس الثلاث شهور بربع الثمن، وخصم 50% على كورس الشهرين، وكورس الشهر خصم 35%. حد مثلا ليه تجربه ولكن اخدت الكورس وما خستش؟ لا ما حصلتش. احنا ممكن نخس وزن اقل شويه. ما حصلتش. يعني مثلا ممكن حد يكون متوقع ان هو يخس في كورس الشهرين 30 كيلو، وانا دايما بحط الرينج الاقل، يعني بحط لهمش رينج اعلى عشان لما نخس الاعلى نحس ان احنا مبسوطين اكتر بنفسنا. نورتيني شرفتيني سندس مصطفى، شكرا يا حبيبتي خبيره التغذيه سندس مصطفى. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. قبل ما اختم حلقتي ابعتوا لي كل رسائلكم على صفحه البرنامج باسم نهال طايل على الفيسبوك، او على صفحه البرنامج باسم نهال طايل على انستجرام. تاكدوا ان رسائلكم رهن الاهتمام وفي ايد امينه، تاكدوا ان كل حكايه بتبعتوها لي انا بقراها بنفسي. ارجوكم محدش يبعت لي اي فويس نوت، مش بسمع، انا بقرا الرسائل كامله. وارجوكم لما حد يجي يقول لي السلام عليكم وعليكم السلام انا عندي مشكله، يحكي لي المشكله، لان على ما ارجع افتح الرساله تاني هيبقى فايته وقت طويل جدا. كده اكون وصلت لنهايه حلقتي، معرفش الحلقه الجايه اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدور حوالين واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد واثنين واربعه على صدى بلدته. كانت معكم نهال طايل في امان الله.